اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. البدايه مع الدوري الممتاز، والنهارده كان فيه 3 ماتشات في الجوله الرابعه من المسابقه. البدايه مع بلديه المحله والاتحاد السكندري، واللي انتهى بالتعادل الايجابي بنتيجه 2-2 على استاد غزل المحله. حسام اشرف افتتح التسجيل لصالح اصحاب الارض في الدقيقه 13 قبل ما يرجع نفس اللاعب ويعزز التقدم لفريقه بهدف ثاني في الدقيقه 39. وقبل نهايه الشوط الاول قدر بنيامين بوانتانك انه يخلص الفارق لصالح الاتحاد بهدف في الدقيقه الاولى من وقت بدل الضائع. وفي الدقائق الاخيره من الشوط الثاني نجح الاتحاد في الرجوع الماتش والتعادل مره ثانيه بهدف عن طريق اسلام ابو سليمه في الدقيقه 81 عشان ينتهي الماتش بتعادل الفريقين. الماتش الثاني كان بين امبي والبنك الاهلي، وانتهى بفوز الفريق البترولي بنتيجه 3-1 على استاد بترو سبورت. الهدف الاول كان نصيب امبي في الدقيقه 29 لصالح احمد كلوشه عشان ينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض. وفي الشوط الثاني قدر البنك الاهلي انه يرجع للماتش بهدف التعادل عن طريق اللاعب امبي احمد صبيحه بهدف مرماه في الدقيقه 48. ورجع امبي للتقدم مره ثانيه بهدف لزياد كمال في الدقيقه 79 من ضربه جزاء نفذها بنجاح، وقدر بعدها زميله مودي ناصر يامن الفوز لفريقه بهدف في الدقيقه 6 من وقت بدل الضايع عشان ينتهي الماتش بفوز امبي 3-1. الماتش الثالث والاخير كان بين الزمالك وسموحه، قدر الفريق الابيض انه يحسمه بنتيجه كبيره 5-1 في ليله احتفال الجماهير بالمجلس الجديد اللي كان حاضر الماتش النهارده. مصطفى شلبي تقدم للزمالك في الدقيقه 3 من الماتش قبل ما يعزز زيزو النتيجه في الدقيقه 13، وقبل نهايه الشوط الاول نجح اوباما في تسجيل هدف فريقه الثالث عند الدقيقه 5 من وقت بدل الضايع. وفي الشوط الثاني قدر فادي فريد يقلل فارق الاهداف بهدف لصالح سموحه في الدقيقه 67. الزمالك ما اكتفاش بالثلاث اهداف ورجع للتسجيل مره ثانيه بهدف لسيف الجزيري في الدقيقه 81، واختتم الخماسيه بهدف لشيكابالا في الدقيقه 89 عشان يحقق الزمالك الفوز بخماسيه مقابل هدف. بمناسبة كلامنا عن الزمالك، امبارح اتعملت انتخابات مجلس إدارة النادي، وقدر كابتن حسين لبيب يفوز هو قائمته كاملة في الانتخابات عشان يتكون مجلس إدارة النادي من الآتي: في رئاسة مجلس الإدارة حسين لبيب ونائبه هشام نصر وحسام المندوب في منصب أمين الصندوق. وضمت عضوية مجلس الإدارة كلا من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمر أدهم ومحمد طارق. أما مقاعد الأعضاء تحت السن فضمت أحمد خالد حسنين ورامي إبراهيم نصوحي ونيرة الأحمر. تعالوا نشوف رسائل الجماهير لمجلس إدارة الزمالك الجديد ونرجع لكم مرة ثانية. مبروك للكابتن حسين لبيب والقائمه بتاعته اللي فازت باكتساح، وان شاء الله احنا اهم عندنا احنا بنهتم بالرياضه عموما في نادي الزمالك، بس اهم ملف بيشغل الجماهير نادي الزمالك كلها هي ملف كره القدم. لذلك هو حسين لبيب كان وعدنا ان هو ان شاء الله ما هيستلم النادي وربنا يوفقه ويفوز برئاسه النادي، انه اول مشكله هتتحل ان هي مشكله وقف القيد. بتمنى يعني انه يحل ازمات القيد بتاعت الفريق كوره، وبعد كده ازمات الماليه، ويبقى بقيه البطولات يعني بقيه كره اليد والطايره الحاجات دي برضو يتابعها ويجيب لها فيها صفقات كويسه. والله عليهم اعباء كتيره وهم اصلا جايين على مشاكل كتير، يعني المفروض يعرفوا يتعاملوا معاها ومفروض يجيبوا لعيبه في يناير، لان الفريق الاول بصراحه يعني من ساعه ما امام عاشور مشي وهو الدنيا يعني خلاص يعني الفريق وقع جامد. والله هو المجلس الجديد انا حاسس ان هو هيبقى كويس ان شاء الله يعني، وهيعمل شغل كويس، هو بس عنده كذا حاجه المفروض يعملها ويركزوا على كذا حاجه، وكمان الازمه الماليه اللي عندهم لازم يحلوها باي شكل. اللعيب اللي هو ايه اللي هو حابب نادي الزمالك وعايز يلعب في نادي الزمالك يا ريت يعني يفضل موجود، لكن اللعيب اللي هو يحاول ان هو يروح نادي ثاني او كده ما فيش مشكله خالص يعني. وانا اعتقد كابتن لبيب عنده من الذكاء والحنكه في الكلام دوت، وبجانب موضوع المشاكل برضه نحاول على قد ما نقدر ما يكونش في مشاكل. الف مبروك كابتن حسين لبيب، جمهور الزمالك منتظر منك الكتير. عندنا مشاكل في النادي كل على درايه بيها، يعني عارفين من ايقاف كيد، عندنا مستحقات لعيبه، عندنا مستحقات مدرب، عندنا تجديد لفتوح ولزيزو، يعني احنا عندنا مشاكل كتير، عندنا مشكله هنواجهها بعد كده هي مشكله خالد بوطايب. الزمالك لازم يحل المشاكل دي كلها غير الفلوس اللي هي على الزمالك في اتحاد الكوره.
كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان لازم يحلوا المشاكل دي عشان الزمالك يقدر يقف على رجله تاني ونقدر نجيب صفقات في يناير تقدر ان هي تنافس على الكونفدراليه، خصوصا ان انت بتلعب في الكونفدراليه السنه دي وعندك فريق يعني تيم محترم بس عايز تدعيمات في اكتر من مركز يعني. بكرة هيكون في 3 ماتشات في ختام الجولة الرابعة من الدوري، البداية مع المقاولين وزاد الساعة 4 العصر على استاد المقاولين، والماتش الثاني هيجمع الإسماعيلي فاركو الساعة 7 بالليل على استاد الإسماعيلية، وفي نفس الميعاد هيكون الماتش الأخير بين مودرن فيوتشر وبيراميدز على استاد بترو سبورت. ونروح لأخبار الأهلي، النادي بتقدم بطلب رسمي للسلطات الأمنية عشان يحصل على الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في ماتش العودة قدام سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي يوم الثلاثاء اللي جاي، وده لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين، خصوصا بعد قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح أشقاء في فلسطين. امبارح الفريق قدر يفرض التعادل على سيمبا التنزاني في استاد مكابا بنتيجة 2-2 وضاع الأهلي أكثر من فرصة خصوصا في الشوط الثاني. ومناسبة كلامنا عن مشاركة الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي، ففريق سان داونز بيقرب من التأهل نصف النهائي البطولة بعد الفوز اللي حققه النهاردة على مضيفه الأنجولي باترو أتلتيكو بنتيجة 2-0. الفائز من المواجهة دي هيتأهل الدور نصف النهائي من البطولة عشان يقابل المتأهل مواجهة الأهلي وسيمبا. ونروح للكرة العالمية وبالتحديد الدوري الإنجليزي، النهارده بيقود نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة 9 من المسابقة. صلاح سجل هدفين الفوز لصالح فريقه، الأول في الدقيقة 75 من ضربة جزاء نفذها بنجاح، والهدف الثاني جه قبل نهاية الشوط وبالتحديد في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضايع ورفض يحتفل بعد الهدفين. في ديربي لندن بين تشيلسي وارسنال اللي اتلعب النهارده انتهى بالتعادل بنتيجه 2-2. كول بالمر افتتح التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقه 15 عشان ينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض، وفي الشوط الثاني قدر مودريك يعزز النتيجه لصالح تشيلسي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقه 48، وفي الدقيقه 77 قدر داكلين رايس يقلل الفارق بهدف رجع بيه فريق ارسنال الماتش مره ثانيه، وفعلا بعد 7 دقائق بس الماتش انتهى بتعادل ايجابي ب 2-2. وبكده تكون انتهت اخبارنا النهارده، ولسه مكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين اهلا بيكم حلقه جديده من ريمونتادا على شاشه قناه المحور. زي ما قلنا ان الدوري العام المصري السنه دي يبقى دوري مختلف وفيه مفاجات كتيره، ودايما المفاجات كنا بنستناها شويه بعد الاسبوع مثلا السابع او الثامن او التاسع، لكن دايما المفاجات جت بدري شويه. الدوري العام السنه دي مختلف، مختلف، في فرق موجوده وبتأدي بشكل كويس، وفي فرق كان فيها يعني اداء مخيب للامال، وبالتالي كان هناك تغيير لمدربين وما زال القوس مفتوح. بالنسبة لتغيير المدربين النهاردة كان في 3 مباريات، وثلاث مباريات مهمين جدا. كان المباراة الأولى كانت ما بين بلدية المحلة والاتحاد السكندري النهاردة وتعادلوا فيها 2-2، وكان طبعا فيها طبعا في البداية كان في تقدم للاتحاد السكندري. المباراة الثانية كانت إنبي والبنك الأهلي، الفريقين كانوا فريقين عندهم مشاكل كبيرة جدا. فريق إنبي كان عنده نقطة واحدة، البنك الأهلي ما كانش عنده ولا نقطة من الثلاث مباريات، وبالتالي المباراة كانت مباراة قوية جدا، فاز فيها إنبي 3-1 على البنك الأهلي. المباراة الثالثة ما بين نادي الفن والهندسة، النهاردة فتح السيرك النهاردة الزمالك وفتح مدرسة الفن والهندسة
طبعا مع مجلس اداره جديد مع شكل جديد هنتكلم عليه بعد شويه، وفاز على سموحه 5-1، وهناك يعني طبعا كلام من واخبار من سموحه ممكن يستغنوا عن احمد سامي المدير الفني لنادي طبعا سموحه. هبدا معاكم المباراه الاولى. المباراه الاولى كانت ما بين نادي بلديه المحله ونادي الاتحاد السكندري. كل الشكر والتقدير والعرفان والاحترام من كل الناس القائمين على الكرة في نادي بلدية المحلة للشاب الجميل المدير الفني لنادي بلدية المحلة، واحد من أبناء نادي الزمالك اللي عامل أداء ولا أروع وعامل شغل مميز جدا في ظل الإمكانيات وفي ظل المقارنة ما بينه وما بين أي فريق تاني. نادي بلدية المحلة عامل شكل كويس جدا. أحمد عبد الرؤوف المدير الفني واعد أحمد عبد الرؤوف إن مصطفى محمود الشامي يدونه فرصة كاملة مع حمادة علوي مع كل القائمين على الكرة في بلدية المحلة، وإنه يتواجد بالشكل ده ويتواجد وسط الكبار ويتواجد وسط الملايين ويتواجد وسط الصفقات المهمة جدا ويتواجد وسط المدربين المميزين ويعمل أداء ده، نقول له يعني شكرا وإنت عامل أداء مميز جدا، ونتمنى منك النهاردة إنك إنت تأدي أداء في المباراة اللي جاية. المباراة كانت على ملعب غزل المحلة، طبعا موجود الكابتن طارق العش المدير الفني القدير اللي صاحب انجازات كبيره جدا وصاحب اداء مميز جدا مع فرق مميزه حرس الحدود وطلائع الجيش سموحه فاركو ثم الان مع نادي اتحاد اسكندريه سيد البلد. بلديه المحله بدا المميز جدا ماشيه بشكل كويس، يا سلام بقى لو البلديه كانت كمان دعمت كمان يعني العارضه النهارده عامله شغل جامد، العارضه النهارده عامله يعني حارس مرمى ولا اروع، ومع الفريقين يعني مش مع فريق واحد، وبالتالي هنشوف في الفترات اللي جايه اداء مميز جدا. ده غلطه كبيره جدا من حارس المرمى طبعا لنادي الاتحاد السكندري المهدي سليمان. النهارده شفنا بلديه المحله بيأدي اداء مميز، وخروج خاطئ من المهدي سليمان ادى للهدف الاول لنادي بلديه المحله. بعد كده الهدف الثاني لبلديه المحله، عاملين شغل كويس، والمهاجم ده رقم 9 من المهاجمين اللي عينكم عليه حسام اشرف، مهاجمين المميزين من اوف ذا ماتش النهارده، واحد من المهاجمين المميزين جدا في الدوري العام المصري. بيرجع تاني بنادي الاتحاد السكندري بيجيب الهدف الاول، ويرجع تاني بعد كده الهدف الثاني، والمباراه طلعت طبعا التعادل لو رغم ان فيها اخطاء دفاعيه واخطاء من حارسي المرمى في مباراه اليوم. بسم الله ما شاء الله حاجه يعني مميزه جدا. الهدف ده ما اتحسبش الهدف ده طبعا يعني، بس انا شايف ان في سجال ما بين الفريقين. ده الهدف الثاني طبعا. كلنا مع القضيه الفلسطينيه، كلنا مع الشعب الفلسطيني، كلنا مع اخواتنا في غزه، وان شاء الله اللي اتعمل النهارده، ولما ترجع لي الكاميرا واقول يعني اسمحوا لي يعني اتكلم واقول النهارده شرف كبير لينا وشرف لمصر وشرف الامه العربيه وجود رمز كبير جدا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في الجلسة اللي دارها النهاردة. كل تقريبا معظم بلدان العالم بعتوا مندوب عنها النهاردة واتكلمهم، وهو الراجل النهاردة بكل تقدير واحترام وجسارة قاعد بيدير الجلسة بشكل كويس جدا. كل الناس كل من أدلى بدلوه سواء مع أو ضد أو مع اختلاف وجهات النظر، لكن أن عندما تحتضن مصر هذه الجلسة تعني أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية. مصر هي أكثر الناس إيمانا بالقضية الفلسطينية، مش من النهاردة، من 48 او من بعد ما بدات المشاكل ووعد بلفور وبناء وطن للكيان الصهيوني و احنا طول عمرنا دايما مهتمين بالقضيه الفلسطينيه، واكثر ناس حرصا على القضيه الفلسطينيه، واكثر ناس حرصا على ان عدم تهجير الفلسطينيين وان الحفاظ على الهويه الفلسطينيه. وده حاجه من الحاجات الكبيره. احنا برنامج رياضي، بس انا راجل مصري وراجل عربي وراجل وطني وراجل شايف ان احنا فعلا اكثر الناس اهتماما وهما بالام الفلسطينيين، واحنا من خلالنا ومن خلال معبر رفح النهارده اللي دخلت المساعدات الى الجانب الفلسطيني، نتمنى ان شاء الله ان يحظوا كل الاخوه العرب، ان يحظوا العالم، ويكون النظره يعني غير، لان في هناك نظره مع وضد، عايزين النظره تبقى مع الامن والامان، نظره مع السلام. احنا لما عملنا معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني كان لأهداف الناس كتير جدا كانت ضدنا، لكن اثبت بالدليل القاطع والبرهان السطع زي ما بيقولوا ان احنا كنا على حق، عملنا انتصرنا وخدنا حقنا ورجعنا ارضنا وروينا الارض دي بدم شهدائنا، وبالتالي
الان الموضوع اصعب، الموضوع مع الجانب الفلسطيني الاعزل انهم بيضربوا المستشفيات وبيضربوا الكنائس وبيضربوا المساجد وبيضربوا الاطفال وحاجات كتيره جدا. نتمنى ان شاء الله، وزي ما كان انا كنت موجود امبارح مع ناس كتير جدا وطنيين، مع زملائنا اللي من المجال الاعلامي والرياضيين، وناس كتير جدا كانوا موجودين عند مثلا كنا عشان نسجل مدينه نصر عند المنصه كنا موجودين، وكان في يعني هو ده لما الرئيس بيطلب بيلاقي الشعب واقف معاه، وبالتالي هو ما بيبخلش يعني بثانيه من وقته ولا اهتماماته ولا كله في جانب مصر ومع مصر، وايضا في جانب القضيه الفلسطينيه وجانب الاخوه العرب في اي مكان. وزي ما بيقول مسات السكه دي مش كلمه ومش شعار بيتقال وخلاص، لا، على ارض الواقع فعلا احنا مسات السكه لاي شخص عربي شقيق، احنا معاهم ومع القضيه الفلسطينيه حتى تعود الارض، وحتى يعود لاصحاب الارض ارضهم، وحتى يعود لاصحاب الارض الرياده، وحتى يعود لاصحاب الارض السياده على ارضهم، لان يعني هو دي تراكمات سنين ولسنين طويله جدا المجتمع العالمي والمجتمع الغربي والمجتمع الامريكي دايما فاهمين الصوره بشكل خاطئ تجاه القضيه الفلسطينيه. لكن احنا عشان برضو يعني ارجع بقى لسياق البرنامج، نحن مع القضيه الفلسطينيه قلبا وقالبا، نحن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي معاه، لان الراجل ده فعلا يعني ربنا دايما في كل فتره كده بيخلي وبيسخر شخص لخدمه وطنه، مش خدمه طلباته، خدمه القضيه العربيه جميعا. كل التوفيق وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هرجع تاني، انا اسف ان انا خرجت بره السياق، لكن ده واجب علينا على فكره، واجب علينا حتى لو مش بالفعل، ممكن يبقى بالقول والقول اللي من القلب كمان. هرجع تاني المباراه الثانيه اللي كانت مباراة صعبة جدا. صعبة ليه؟ لأن إنبي عنده نقطة واحدة من ثلاث مباريات، البنك الأهلي عنده ما عندوش ولا نقطة من ثلاث مباريات، وبالتالي الموقف هنا صعب وهنا صعب. كابتن تامر مصطفى، بابا فاسيليو، الاثنين كانوا مهددين النهاردة، مهددين بشكل كبير جدا بالبقاء، سواء ده على مقعد المدير الفني لإنبي أو ده على سواء على مقعد المدير الفني لنادي البنك الأهلي، وده اللي هنشوف طوابعه لسه. القرارات مش عنترية ولا بتاع اللي هو أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، راجل عاقل وراجل دولة وراجل شايف إن الأمور لازم تدرس بعيار من ذهب عشان برضو ما يبقاش القرار فيه تسرع. لكن على أرض الواقع رغم كل الظروف ورغم كل الإمكانيات اللي عملها البنك الأهلي واللي هو أشرف نصار لفريق البنك الأهلي، لكن النتائج مخيبة ومخيبة للأمال بشكل كبير جدا. على الجانب الآخر النهارده كانت مباراة حياة أو موت بالنسبة لنادي إنبي. نادي إنبي النهارده البداية كان فيها تعثر من ضربة الجزاء بتاع كالوشا ورجع تاني كملها، وكان ده الهدف الأول اللي كان بداية المباراة. رجع البنك الأهلي تاني، لكن طبعا النهارده كان في تميز كبير جدا وإصرار وعزيمة كبيرة جدا من جانب لاعبي نادي إنبي، وبالتالي كانت المباراة لصالح نادي إنبي 3-1. اعتقد ان دي كانت عنق الزجاجه بالنسبه لتامر مصطفى ولاعبي نادي انبي. وبكره ان شاء الله هيبقى طبعا الاستاذ ايمن الشريعي ضيف العالمي احمد حسام ميدو في الرومنتادا، اكيد هيتكلموا على تعثر النادي البترولي رغم عنده من الكفاءات الفنيه ولاعبين على اعلى مستوى وتوفير كل الامكانيات لنادي انبي ولجهازه المعاون، اكيد كل ده هيبقى في حوار مهم جدا مع ميدو مع الاستاذ ايمن الشريعي. على الجانب الاخر البنك الاهلي في موقف حرج، البنك الاهلي السنه اللي فاتت برضه جاب صفقات على اعلى مستوى، اللي هو اشرف نصار وكل القائمين على البنك الاهلي وفروا لبن العصفور ووصلوا حتى المباراه قبل الختاميه في الدوري العام المصري، كانوا مهددين بالهبوط للقسم الثاني او لدوري المحترفين، وده لا يليق تماما مع كل اللي بيحصل في البنك الاهلي وكل اللي على ارض الواقع من صرف ومن صفقات من دعم من حاجات كبيره جدا. اعتقد ان دي هتبقى مثال يعني او عندها وقفه كبيره من جانب اللي هو اشرف نصار لهذا الرجل الموجود في الصوره بابا فاسيليو، اللي طبعا هي دي كره القدم. كره القدم مكسب وخساره، مكسب وخساره، لكن كره القدم بتعطي دايما للمجتهد، بتدي دايما يعني للي واقف على رجليه، بتدي دايما للي بيدي وبيعرق وبيجتهد وبيأدي عمله بضمير وبجد. وبالتالي النهارده نقول الف مبروك لنادي انبي، هارد لك لنادي البنك الاهلي، تتعوض في المباراه القادمه. لكن اللي استمتعت بيه النهارده
بأمانة يعني عشان يعني يبقى يعني لا في مجاملة ولا في يعني رياء. أنا كنت من أكبر المهتمين بقضية نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت. برنامج المنتدى سواء ميدو أو بركات أو أنا لما نبقى موجودين وبنتكلم إحنا دايما نقلين الموضوع للمعلومة كميديا أو إعلام، دايما بنبقى نتولى وجهة النظر الآخر لو مش موجود، وبنقول دايما وجهة النظر اللي فيها طرح محترم يفيد الآخر. عند تولي الدكتور عماد البناني في ناس كتير جدا كانت معارضة لوجود عماد البناني على رأس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، وأنا قلت من الكلام ده هذا الرجل هو رجل دولة وكان في فترة من الفترات بيدير حقبة وزارة الرياضة لما كان مجلس قومي الرياضة ومجلس قومي الشباب، وجبنا الرجل على التليفون والرجل مشكورا دخل وقال أنا جاي بتكليف دولة وجاي لأن نادي الزمالك نادي كبير. نادي كبير، نادي عظيم، نادي عظيم، نادي أحد أهم يعني قطبي الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وبالتالي كان لابد أن يعود الاستقرار لنادي الزمالك عشان يعود الاستقرار للكرة المصرية. والنهاردة هيبقى معانا طبعا نجم من نجوم كرة القدم المصرية، واحد من رموز نادي الزمالك كابتن محمد صلاح، هنتكلم طبعا وهنفتح معاه مواضيع كبيرة جدا عن نادي الزمالك وانتخابات نادي الزمالك. إن شاء الله نادي الزمالك يعود وهيعود، وبالتالي النهاردة كانت بص واحد قالها لي النهاردة من الزملاء واحنا في الإعداد، قالك لما انت تبقى شغال في مكان ويبقى عندك تراكمات كبيره وعندك فلوس متاخره وعندك حاجات كتيره ناقصه وعندك عدم استقرار بالامان، ويجي يقول لك خلاص النهارده جالنا مجلس هيدير الملف بتاعنا وهيديك المكافآت وهيديك المستحقات المتاخره، ابدا يلا اشتغل. بالتالي انت لوحدك من جواك بتحس انك انت خلاص عندك استقرار. فعلا ده حصل امبارح على ارض الواقع في اول مره تشهد فيها انتخابات نادي الزمالك هذا الاستقرار الكبير. كان موجود الاستاذ شباب عبد القادر والاستاذ ماهر غريب وقالوا بدلوهم في هذا الموضوع، مش انا بس لوحدي وكل الناس المحيطين وكل الناس بتتكلم ان الحاجات دي ما كانتش بتحصل قبل كده في نادي الزمالك. المباراه الشريفه ما بين هاني العتال وما بين نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر، كابتن هشام نصر، كانت مباراه فعلا في حب نادي الزمالك. مباراه حتى الرمق الاخير حتى ما احنا قفلنا البرنامج ومشينا لسه كان القوس مفتوح مين يكسب مين، وبالتالي القائمه الموحده. ممكن ناس كتير كده نادت ومنهم ماهر غريب وشيف عبد القادر في كلام للبرنامج قبل كده، وقالوا ان القائمه الموحده يعني ايه معنى القائمه الموحده؟ انك انا في ترابط، انا بجيب ابراهيم واسماعيل وعبد السلام واسماعيل ودول هم دول اللي اقدر اتوافق معهم في الرؤى وفي الحوار وفي حاجات كتيره جدا، ان انا اقدر اتكلم معاهم واقدر اقول ان ده يخصني وان ده هيبقى معايا جنب لجنب وايد في ايد وكتف كتف زي المبادره بتاع ست الرئيس اللي دايما بيقولها كتف في كتف. دي يا جماعه مش للبلد لوحدها، في كل مجالات وفي كل مناحي وشتى مناحي الحياه ان احنا جنب بعض، وبنقول ان احنا هنبقى جنب بعض وهنشيل بعض وهندعم بعض، وبالتالي ده كان افراز هذه اللجنه الموحده او القائمه الموحده. قائمه موحده يعني الاستقرار، وده شفناه على ارض الواقع وده بانت بشايره وده بانت ان النادي النهارده الزمالك بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. انت لو معاك اعلان نتيجه عايز نسمع دي فوتش تمام. ده بان على ارض الواقع. انا قاعد النهارده مستمتع بشيكابالا اكبر لاعبين سنا في الملعب، مستمتع بمصطفى شلبي لاعب الواعد المميز جدا، بزيزو، باداء نادي الزمالك، بالفن والهندسه. النهارده فعلا كان يعني بان المردود وجود مجلس معين، وقلنا يا جماعه والله اصبروا على الدكتور عماد البناني، الراجل ده من اول يوم، الراجل ده اصبروا، تنقيه شوف الانتخابات، تهيئه الانتخابات، الراجل جاي لفتره محدده، الراجل كان وزير دوله في فتره من الفترات مش طامح في منصب في نادي الزمالك، وبالتالي ده بان النهارده وبان رغم الاعتراض من بعض الناس على شكل واداء المدير الفني في طريقه اللعب، بس انا شايف برضه في متعه، اوزوريو شايف فيه جمال، شايف فيه فن وهندسه، شايف فيه اداء رائع. انا قاعد النهارده بتفرج على اداء الزمالك اللي كنا بنشوفه قبل كده وبنستمتع بيه، وفي مثلا زيزو في ضربه جزاء ضيعها ماشي، انما مصطفى شلبي النهارده طبعا الصوره دي من الصور اللي احنا كلنا دايما بنشير فيها اللي هي المسانده الاخوه في غزه. هو ده كره القدم، القوى الناعمه، هو ده كره القدم دايما اللي بتوصل وبتوصل الرساله بشكل او اخر. النهارده هرجع تاني لاداء نادي الزمالك النهارده المميز، اداء نادي الزمالك النهارده يعني الرائع. مصطفى شلبي بيجيب اهداف، مصطفى شلبي بيصنع اهداف، في هدف النهارده اللي احرزه اوباما
لا يعني يعني طبعا كابتن محمد صلاح بقى اللي اتكلمنا عليه، انا مش هقدر اتكلم في فنيات وكابتن محمد صلاح موجود، لا بس حاجه فيها متعه، حاجه فيها اداء ولا اروع. النهارده لو تشوفوا شيكابالا لقطه، يمكن حتى المعلق على المباراه النهارده مؤمن حسن وهو بيعلق على المباراه وبيتفرج عليها ما كانش عارف هيحسب الهدف لمين، قال لك معلق المباراه محتاج مساعده. لا شيكابالا شاور على سيف الجزيري وقال له هو اللي جاب الجون، الكره انا عملتها خبطت في سيف الجزيري تتحسب لسيف الجزيري. هو ده انكار الذات من نجم كبير زي شيكابالا، هو ده اللي في الاخر بيوصل الفريق للشكل والاداء ده مع جمهور عظيم، مع مجلس اداره ان شاء الله يحقق ويرضي طموحات جماهير والجمعيه العموميه لنادي الزمالك اللي اختارت صح. كان في بعض الاشخاص اللي دخلوا السباق الانتخابي ممكن يكونوا مش حاسبين الانتخابات صح، لا بس ده حقهم، ده القانون بيكفل لكل عضو جمعيه عموميه ان يبقى تنطبق عليه الشروط يترشح او في انتخابات مجلس نواب او في انتخابات مجلس شيوخ او في اي انتخابات نقابات، لا من حقك. نادي سموحه النهارده رجع في بعض فترات المباراه وفي الشوط الثاني كان مميز، كان مميز وبشكل مميز جدا، لو كان قادر يضغط شويه كان ممكن يقلص الفارق، لكن خبرات لاعب نادي الزمالك، اداء لاعب نادي الزمالك، النشوه الكبيره، الاداء المميز لاعب نادي الزمالك النهارده كان مخلي النهارده اللاعبين على اعلى مستوى وادوا اداء ولا اروع، وبالتالي النهارده كان الزمالك له شكل مميز. لو مش على الشكل ده اعتقد ان يعني شيكابالا كان في كره قبل كده شيكابالا رقص فيها، لو عملها بالشكل ده كان هيبقى احد اهم اهداف الموسم السنه دي، في هجمه من الهجمات اللي خلى شيكابالا رقص فيها ولعب الكره بس ما لعبهاش بالشيب اللي اتعمل ده، لو اتعمل بالشكل ده ودخلت جون اعتقد ان ده كان هيبقى هدف من اهم اهداف الموسم السنه دي. بالتالي النهارده رجع اداء نادي الزمالك، رجع شكل نادي الزمالك. تخيل بقى لو الزمالك مكمل صفقاته، تخيل لو الزمالك عنده الاستقرار المادي والاستقرار، عنده استقرار اداري، عنده بعض الاخطاء في اللي بيحسبها بعض النقاد وبعض المهتمين والمحبين لنادي الزمالك على المدير الفني، لكن في الاخر بيكسب بيكسب. الراجل ده في اخر الموسم مشي بشكل كويس جدا، قاعد يتسلل حتى وصل للمركز الثالث الموسم اللي فات وبيلعب في الكونفدراليه الافريقيه. السنه دي بالاداء اللي انا شايفه ده لو كمل نادي الزمالك اعتقد ان نادي الزمالك هيأدي اداء ولا اروع. على الجانب الاخر سموحه بيدرس اقاله احمد سامي، ودي حاجه من الحاجات اللي انا يعني طب انا عايز برضو ارجع اقف عند الصوره دي، لان دايما الرموز يا جماعه، الرموز المؤثرين في الحياه العامه سواء في 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 المجالات المختلفه من علماء لزعماء لرياضيين لمسرحيين لكتاب للممثلين، اعتقد الرساله من عندهم بتوصل اكبر. في منهم بحركه بيقدر يوصل رسالته، وفي منهم بكلام طويل ما بيقدرش يوصل الرساله، ودي بتختلف من ثقافه لثقافه من طرح لطرح. وبالتالي النهارده شيكابالا بنجومته الكبيره دي لما يقف ويعمل اللقطه دي انا عايزها كامله لو موجوده، مش موجوده خلاص، هو المعنى في بطن الشعر زي ما بيقولوا. بنتمنى ان شاء الله ان احنا كل واحد في مجاله يحاول يوصل الرساله حتى لو بقلبه، وهذا اضعف الايمان. يعني النهارده كان في ملحمه على استاد القاهره الدولي، نازلين لاعبي نادي الزمالك لابسين الكوفيات الفلسطينيه تضامنا مع اخواننا في غزه، في كل في المجالات كل واحد بيطلع يتكلم. في منهم مثلا من ما عجبوش مثلا كلام محمد صلاح في طريقه الصياغه، قلت بتختلف. في منهم اللي طلع انتقد مثلا نجم زي محمد رمضان في طريقه طرحه، ممكن يكون محمد رمضان من جواه حابب يوصل رساله بس ما عرفش يوصل رساله، بس في المجمل وفي المحتوى هو نفسه يوصل رساله. المهم انا سعيد باداء نادي الزمالك، سعيد بوجود مجلس منتخب لنادي الزمالك في فتره عصيبه مر بها نادي الزمالك وقدر بابناء نادي الزمالك المخلصين. كل الشكر والتقدير مره اخرى للدكتور عماد البناني، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك المنتخب النهارده، مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بيهنئ مجلس اداره نادي الزمالك، اتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي انه يبادر. احنا مش بنوجه على فكره، احنا بنقول امنيات، بنقول رؤى، انه يبادر بدفع قيمه غرامه محمود عبد المنعم كهرباء كامله لنادي الزمالك، وهذا حقه، ودي برضو تبقى بوادر نيه طيبه جدا ما بين مجلسين. اعتقد انك انت لو بتشوف وبتراجع الزمن تاني وبتراجع الامور وبتراجع في لورا تاني وبتشوف ان الامور ما كانتش ماشيه كويس، ما كانتش ماشيه كويس. اللي احنا شايفينه مع على يميني في صوره طبعا لمجلس الاداره اللي هو رئيسه حسين لبيب
نائب بتاع هشام نصر، امين الصندوق وحسام المندوب، عضو مجلس اداره بعلى اصوات احمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو اتهم وحسين السيد نجم الزمالك الاسبق محمد طارق واحمد خالد حسنين وده تحت السن ونيره الاحمر طبعا زميلتنا العزيزه ورامي نصوحي. ده مجلس يرضي طموحات نادي الزمالك ان شاء الله، يرضي طموحات نادي الزمالك. ومعايا كمان طبعا تهنئه مجلس اداره النادي الاهلي اللي ارسل النهارده برئاسه محمود الخطيب اليوم السبت برقيه تهنئه الى مجلس اداره نادي الزمالك الجديد برئاسه حسين لبيب، وحرص مجلس اداره على تهنئه اداره الزمالك الجديده لنالهم فقط الجمعيه العموميه للقلعه البيضاء وفوزهم في الانتخابات التي اجريت امس الجمعه. وتمنى الاهلي التوفيق لمجلس الزمالك الجديد برئاسه حسين لبيب لما يخدم مصلحه الرياضه المصريه في ضوء العلاقات التاريخيه التي تربط بين الانديه والجمالك. ها بس عن مصلحه الرياضه المصريه، هو قلت زمالك واهلي كفتي ميزان الكره في افريقيا والشرق الاوسط ومصر. اللي يقول غير كده يبقى راجل يعني بيقول كلام مش مظبوط. بالتالي استقرار نادي الزمالك هو استقرار نادي الاهلي، هو ثبات شكل الكره المصريه، لان قوام طبعا المنتخبات الوطنيه بيبقى اكترها من الاهلي والزمالك لما لهم من تاريخ طويل وبدايات كبيره جدا مقارنه بانديه تانية. معنا تاني طبعا مجلس الاداره على الشاشه اللي بنقول له الف الف مبروك. نقوله تاني طبعا رئيس مجلس الاداره حسين لبيب، نائب الرئيس هشام نصر، امين الصندوق حسام المندوب، اعضاء مجلس الاداره فوق السن احمد سليمان، هاني شكري، هاني برزي، عمرو اتهم، حسين السيد ومحمد طارق، وتحت السن احمد خالد حسنين ونيره الاحمر ورامي نصوحي. كل التوفيق والف الف مبروك، وان شاء الله يحققوا طموحات الجمعيه العموميه ويحققوا طموحات جماهير نادي الزمالك، لان جماهير نادي الزمالك كانت العامل الاساسي اللي قدر فعلا يبقى ورا ناديه، اللي قدر فعلا دايما ورا ناديه في كل المواقف، حلو ووحش، في الحلوه والمره، وقت ما انت تبقى بطل او انت مش بطل، هو نادي الزمالك وجماهيره العظيمه اللي ضربت المثل في المسانده الكبيره جدا لنادي الزمالك. بالتالي نتمنى ان شاء الله لمجلس الاداره، نتمنى لجماهير نادي الزمالك، نتمنى لكل الفرق نادي الزمالك في كل المجالات التوفيق والاستقرار. واتمنى واقول تاني، اتمنى من السيد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومجلس ادارته انهم يدعوا لتكريم الدكتور عماد البناني واللجنه الثلاثيه التي كانت تدير نادي الزمالك، لان بكل امانه وبكل صدق ادت معاليها بكل احترام وتقدير، وجب علينا من خلال الرومنتادا توجيه التحيه للوزير عماد البناني. اكمل معاكم برضو كمان على طبعا بكره هيبقى في المقاولون العرب وزد الساعة 4، هتشوفها معانا كمان على الشاشة الساعة 4 على استاد المقاولون العرب. الإسماعيلي وفاركو على استاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء. مودرن فيوتشر وبيراميدز الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي، ودي مباريات مهمة جدا لا تقبل القسمة على الاثنين. معانا كمان يعني بعد التعقيب على المباريات دي، طبعا مباراة المقاولون العرب وزد هتبقى مباراة صعبة جدا، زد ماشي بشكل كويس جدا، المقاولون العرب برضو عنده تعثر شديد جدا السنة دي، ويتمنى تبقى أول ثلاث نقاط على ملعبه أمام زد اللي بادئ بشكل مميز جدا. المباراة الثانية نادي الإسماعيلي بعد هزيمته المباراة السابقة أمام فاركو برضو اللي بيعاني بشكل كبير جدا، هتبقى مباراة على ملعب طبعا الإسماعيلية في ظل جمهور وفي جمهور عظيم، جمهور كبير جدا هو جمهور نادي الإسماعيلي. المباراة الأخيرة هي مودرن فيوتشر وبيراميدز. مودرن فيوتشر بسم الله ما شاء الله العلامة الكاملة من النقاط، وبيراميدز 7 نقاط، هتبقى مباراة مهمة جدا. معانا كمان شكل طبعا وترتيب الدوري العام المصري هنشوفه معاكم على الشاشة. معنا مودرن فيوتشر 9 نقاط في المركز الاول، المصري بالبورسعيدي بسم الله ما شاء الله بعد الفوز على طلائع الجيش امبارح 1-0 بهدف فخر الدين من يوسف 9 نقاط، الزمالك في المركز الثالث حدث ولا حرج في 4 مرات 8 نقاط، زد 7 نقاط، بيراميدز 7 نقاط، سموحه 7 نقاط، الاهلي 6 نقاط في مباراتين، بلدية المحله 5 نقاط، الاتحاد السكندري في المركز التاسع ب5 نقاط، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر ب4 نقاط، انبي في المركز ال11 ب4 نقاط، طلائع الجيش في ال12 ب4، الاسماعيلي في ال13 ب3، الداخليه في ال14 ب3، الجونه في ال15 ب2، المقاولون العرب في ال16 بنقطه، فاركو في 17 بنقطه، البنك الاهلي يعني لا يعني عند المقاولون العرب وفاركو الاثنين في المركز 16 والمركز 17 في المركزين اللي قبل الاخير، كل فريق فيهم بنقطة واحدة. بكرة
فاركو عنده مباراه صعبه جدا مع الاسماعيلي، والمقاولون العرب مع مباراه صعبه جدا مع نادي طبعا زد. دي طبعا كان معنا استعراض طبعا للمباريات وشكل الدوري العام المصري. الخريطه هتتغير، هتتغير، لسه عندنا مباريات ومباريات صعبه. يعني بكره بعد مباراه بكره ممكن تلاقي اختلاف كبير جدا في الترتيب. يعني عندك بيراميدز في حاله الفوز هيبقى في المركز الاول، وده برضه هيغير طبعا من شكل خريطه الدوري، حتى عوده النادي الاهلي ان شاء الله للمشاركه مره اخرى في الدوري العام المصري. النادي الاهلي كان عنده مباراه رائعه امبارح ومهمه جدا، كان اقرب فيها للفوز امام سيمبا التنزاني في مباراه السوبر الافريقي، لكن في الدوري الافريقي. لكن طبعا هي دي مباراه كره القدم، بتفرط في السهل بيجي تلاقي صعب في وشك في الشوط الثاني. النهارده كان في مباراه في طبعا الدوري الافريقي، بيترو اتلتيكو الانجولي امام سان داونز الجنوب افريقي، وفاز فيها سان داونز 2-0. طبعا هتبقى طبعا مباريات صعبه ومباريات مهمه جدا، لكن ان شاء الله ان شاء الله طبعا كلنا بندعم النادي الاهلي، هو النادي المصري المشارك في هذه البطوله، وبالتالي النادي الاهلي يبقى عنده مباراه ان شاء الله يوم الثلاث في الدوري الافريقي لكره القدم. النادي الاهلي طلب من الامن، وان الامن طبعا المصري مشكور في ظل الظروف اللي بتمر بها البلاد، في ظل الظروف اللي بتمر بها الحدود المحيطه لمصر، الامن المصري واقف دايما شامخ، سواء جيش مصر او شرطه مصر. ان شاء الله يلبي الامن اقرب الاماني اللي طلبها النادي الاهلي في الساعة الكاملة، لأن طبعا المردود النادي الأهلي أعلن، ومن أول الناس اللي أعلنت ومن أول الناس اللي وقفت بس قناة الأهلي، تضامنا مع شعبنا في غزة والقضية الفلسطينية. وبالتالي النادي الأهلي كان يعني قايل أن كل المردود المالي أو العائد المالي بالكامل تذاكر لصالح الأشقاء في غزة، وده حاجة من الحاجات الكويسة وحاجة من الحاجات طبعا للنادي الاهلي وكل الانديه المصريه وشعب مصر دايما يعني بنامن تماما بالقضيه الفلسطينيه. معنا واحد من رموز النادي الاهلي وكابتننا الكبير والمدير الفني القدير، كابتننا الكبير كابتن عادل طايمه. كابتن عادل اهلا بيك. اهلا استاذ محمد. تحياتي وتحيات كل مشاهدي المنتدى كابتن عادل. اهلا بيك واهلا بجمهورك العظيم. النادي الاهلي والسوبر الافريقي والدوري الافريقي امام سيمبا في مباراه العوده بعد التعادل طبعا اللي لم يرضي جماهير النادي الاهلي امبارح 2-2 امام سيمبا التنزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ان النادي الاهلي نتيجه المشاركات كتير تلاحم المواسم السنه دي ما عملش فتره اعداد، يعني راح يوم 28 النمسا، يوم 4 كان 14 لاعب مش موجودين معاه، وبعدين رجع على ماتشين دوري ثم سان جورج ماتشين. فكولر بياخد الماتشات ديت كنوع من التجهيز، وبيعمل فتره اعداد من خلال المباريات الرسميه. طبعا المره دي برضو كمان مباشره بعد المنتخب ما لعب، والمنتخب الاولمبي واخد مع الاجانب واخدين 14 لاعب، فالراجل كان في الملعب بيدرب يمكن 10 لاعبين فقط، وبعدين اللعيبه جات له يوم السفر، يعني في لعيبه جات له ما شافهمش غير، وفي علي معلوم ما سافرش، ما عرفش يسافر، يعني جم الثلاث لعيبه المنتخب، جم الاربع سافر الاربع، يا دوبك الخميس ولعب الجمعه تمام. يعني راجل ده راجل اوروبي، ما اعرفش يعني. طب احنا كمصريين يعني متعودين ان احنا يعني في عدم الانتظام ده، لكن الراجل ده يعني مش عارف هيشتغل ازاي يعني. فطبعا النتيجه الراجل بيدي تعليمات وبيدي واجبات، واللي احنا شفناه امبارح الاهلي ادى شوط رائع جدا. الشوط الاولاني كان المفروض الاهداف تترجم، يبقى في نوع من التركيز شويه، لكن طبعا الولاد برضو الى اللعيبه الى حد كبير معذورين، لكن الاعذار دي شويه شويه طبعا مش هتبقى فيها اعذار، لكن الفرص الشوط الاولاني كان ممكن بمنتهى السهوله تبقى النتيجه 4-0. الشوط الثاني نفس القصه، نوع من يعني نوع من عدم التركيز شويه، واضاعه الفرص كان سبب ايه يا كابتن عادل؟
يا فندم؟ اضاعه الفرص، منها فرص مهمه جدا صلاح محسن في اخر يعني هو الراجل المباراه. الراجل المدير، اي مدير فني في العالم بيوصلك كفريق انك توصل لمرمى المنافس من اسهل الطرق، اطراف، اختراق من العمق، تسديد من بره، كل الامور ديت المدير الفني بيوصلك لدي. ثم طبعا الفرص، انت يعني واحد زي كهربا بخبراته، بيرسي تاو بخبراته، الفرص الصغيره اللي ضاعت ديت مش محتاجه مني غير ان انا ابقى مركز بس، انما المدير الفني بيوصل لي ان انا بوصل للجول المنافس بمنتهى السهوله واليسر. وممكن جدا ان انا الشوط الاولاني كنت اجيب 3-4 اهداف يعني على الاقل خالص، وبعدين الشوط الثاني حتى بعد ما كانت النتيجه 2-1 برضو ثلاث انفرادات ما لهمش حل، ثلاث انفرادات صلاح محسن منهم، ديانج لما راح وشق حسين الشحات، يعني فرص كثيره ضاعت كانت مفروض ان هي النتيجه كانت تبقى مش اقل من 4-5. لكن برضو لا نغفل دور الحكم، برضو الراجل الحكم كان ليه ضرب الجزاء بتاع كهربا 100% الكهربا صح ما حسبهاش، الى جانب ان الراجل يعني تبص تلاقي لعيبه بتحتك بيه وخاصه رقم 4 بيزق فيه وبعدين بيحتك بلعيبه الاهلي، وللاسف الشديد الحكم ما بيحميش اللعيبه بتاعت النادي الاهلي نتيجه ضعفه الشخصيه، شخصيته ضعيفه جدا. وبالتالي انا لما اكون راجل حكم زي ده وموجود في مباراه حاضرها رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس لجنه الحكام يا محمد رئيس لجنه الحكام حاضرها، كلنا رئيس لجنه الحكام الدوليه كلنا كان حاضر المباراه، ومع ذلك ضربه جزاء ما بيحسبهاش، فاولات الهوا كده، حاجات من الهوا، ما بيديش انذارات كافيه، يعني حتى الانذار اللي خده خالد لما الكره اتعادت مع الراجل ما عملش اي حاجه علشان يديله عليها انذار، هو يعني بيعمل عمليه يعني نوع من يعني من المبادله او يعني سد يعني حاجه غريبه جدا، ان هو انا اديت هنا انذارين فلا ادي للنادي الاهلي انذار بدون مبرر. لكن قدامنا على الشاشه الكوره ضايعه لا يمكن تضيع. طيب كابتن عادل، يعني بعوده محمد عبد المنعم وامام عاشور وموديست اعتقد ان الامور ممكن تتغير فنيا للنادي الاهلي. اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى، لان حتى برضه اللعيبه يعني الحمد لله ان الاداره وفرت طياره خاصه، رجعوا امبارح وصلوا فجر النهارده راحه، طبعا هيلعبوا تمرينه بكره ان شاء الله، وبعدين على طول المباراه يوم الثلاث، فيبقى يعني الثلاث هيبقى يوم الاثنين هيبقى فيه على طول المعسكر تحضيرا لمباراه الثلاث. طبعا بيشتغل النادي الاهلي في ظروف في منتهى الصعوبه نتيجة ان الاتحاد الافريقي الى حد كبير ما بيديش المواعيد اللي فيها نوع من العلم ونوع من مراعاة ظروف النادي الاهلي، فتبص تلاقي من المنتخب 48 ساعة بتلعب في افريقيا وبتسافر تنزانيا، مين بيعمل كده في العالم كله؟ فطبعا دي امور كلها ما هياش مبررات، لكن دي امور واضحة لأي حد بيشوفها، لكن إن شاء الله رجالتنا ولاعيبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرين بعون الله إنه الماتش اللي جاي يعني يفوزوا ويفوزوا بجدار إن شاء الله تعالى. إن شاء الله كابتننا الكبير كابتن عادل طيمة بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيف معانا عبر الهاتف في الرومنتادا، بشكرك شكرا جزيلا. كمان في تطورات في إصابة موديست، يعني إن شاء الله خضع لفحوصات طبية وبعد كده إن شاء الله أثبتت تعافيه، أعتقد زي ما قلنا رجوعه عبد المنعم وإمام عاشور أعتقد دي إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. عبد القادر يطلب الرحيل إلى قطر في يناير، يعني اللي شايفينه وناس كتير اتكلمت ليه عبد القادر ما بيشاركش، بيدرس الرحيل عن الفريق في يناير، وكان عبد القادر تحدث مع مسؤولي الأهلي وطلب الرحيل إلى الدوري القطري في يناير. عبد القادر يرغب في الرحيل بسبب بعد مشاركته أساسيا، إن شاء الله يرجع تاني ويلعب، لاعب مميز جدا، لاعب عنده حلول كتيرة جدا، نتمنى له التوفيق. قبل بس ما استعد عشان اطلع لفاصل، عندنا طبعا المريخ السوداني بيفسخ عقد كابتن اسامه نبيه بالتراضي،
أعلن نادي المريخ السوداني إقالة مدرب الفريق المصري أسامة نبيه بالتراضي بين الطرفين. وكشف نادي المريخ عبر صفحته الرسمية عبر موقع إكس فسخ التعاقد مع نبيه بالتراضي. تعاقد نادي المريخ مع أسامة مطلع هذا الموسم، وقرر النادي السوداني فسخ التعاقد مع نبيه بعد الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أفريقيا دور 32. هي دي كرة القدم. كابتن أسامة حب يخوض التجربة طبعا، ونادي المريخ نادي كبير جدا، لكن هي دي كرة القدم، يوم ليك ويوم عليك، ويوم بالإمكانيات، ويوم بالصفقات، ويوم بالفكر التدريبي، ويوم بالفرق اللي بتدرب فيها أو اللاعبين الموجودين. هي دي كرة القدم. طبعا يعني واحد من نجوم كرة القدم المصرية وتاريخ كبير ومشرف مع طبعا درويش، نجم وهداف من الطراز الرفيع، كابتن بشير عبد الصمد طبعا اللي توفاه الله، وطبعا خالص عزائنا لنادي الإسماعيلي والأسرة كابتن بشير، نجم من نجوم الكبار، نجم حضر مع نادي الإسماعيلي بطولات، واحد من المدربين واللاعبين المميزين في تاريخ نادي الإسماعيلي. كان له تقرير على هامش عزاء الكابتن الراحل بشير عبد الصمد في الإسماعيلية من زملائه ومن محبيه ومن أهله. هنشوف التقرير واستعد واطلع لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل واحد من نجوم كرة القدم المصرية ورمز من رموز نادي الزمالك كابتننا الكبير كابتن محمد صلاح في حوار مهم جدا للمرتدى. اوعوا تروحوا في أي مكان. والله كان كويس، كان كويس، وكان بيدرب لحد قبل الوفاة ب 48 ساعة، وهو وقع في الملعب وكان بيتصل عليه قبلها بيوم، وكان سعيد جدا وكان مبسوط وما كانش فيه أي حاجة خالص. ولذلك الخبر جه عليا كالصاعقة، أنا ذهلت، أنا مش مصدق يا جدعان. لا الخبر كذب، ده كان بشير مكلمني امبارح قبلها بيوم أو اليومين بالظبط قبل الواقعة، قبل الحادثة ب 48 ب 24 ساعة كان بيكلمني. فلكن قضاء الله ولا رد لقضاء، والحمد لله واحنا راضيين بقضاء ربنا. ربنا يغفر ليه ويرحمه ويدخله الجنة ويصبر أهله ويصبرنا جميعا جماهير ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي. احنا يعني كل فترة بنعيش هذا الألم اللي احنا بنفقد أحد نجوم النادي الإسماعيلي الكبار، فربنا يجعلها آخر الأحزان بإذن الله. ربنا يرحمه، وقول إن لله وإن إليه راجعون، ودي سنة الحياة. لكن بشير يعني لا نزكيه على الله، وهو يعني بعيدا عن أنه كان نجم كبير في الملعب، كان شخصية يعني فيها كل الصفات اللي إن شاء الله ربنا يرحمه بيها، من خلق ودين، ويتشرف النادي الإسماعيلي إنه ابن من أبنائه بشير، وإن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له. كابتن بشير يعني كان أخ فاضل بصراحة، الله يرحمه يعني، وربنا يتغمده كده في فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى، لأن زي ما بيقول هو قدر رسالته واللي بقى له هو أخلاقه وأعماله. الحمد لله هو راجل يعني يمكن كان من الناس اللي ذو أخلاق عالية جدا الحمد لله، وده يمكن باين حب الناس ليه في حضور اعزاء النهارده، او في هو كان خبر يعني صدمه لينا، لكن قدر الله ما شاء فعل يعني، ان اللي انا راجعون ربنا يتغمده برحمته واسع مغفرته ان شاء الله باذن الله. ربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. بشير من احسن وانظف الناس اللي تقابلها في حياتك يعني، بشير سلوكيا وفنيا وكرما في بيته، دخلنا بيته كل كرم، ما فيش اي حاجه اقدر اقولها ولا قللها ولا زودها على الكلام اللي اتقال على بشير. طبعا البقاء لله وان اليه راجعون، البقاء لله بشير عبد الصمد، بنعزي اسرته الصغيره، فتوخ ولاده وزوجته واهله واخواته، بنعزي عيلته الكبيره جمهور نادي الاسماعيلي ونادي الاسماعيلي مجلس اداره ولاعيبه جمهور، بنعزي عم فوزنا لانه كان واحد مننا اخ وصديق وحبيب. انما لما نتكلم على بشير الانسان، واحد من اطيب الناس واكثرهم خلقا وكرما وانسانيه. عايز اقول لكم كلمه مختصره، كان عارف ما له وما عليه، منضبط وايجابي
وعارف شغله. وفي الفتره الاخيره السنه اللي فاتت طبعا قبل ما اطلع الفريق الاول كان معايا في اللجنه الفنيه، وكان راجل محترم جدا ومنضبط جدا، وما اقدرش اقول البقاء لله، وربنا عوضه خير في اولاده ان شاء الله. من نعي الكابتن بشير عبد الصمد، شعب الاسماعيليه، جماهير ومجلس اداره نادي الاسماعيلي، باسم مجلس اداره نادي القناه وجميع العاملين بنادي القناه. زي ما احنا عارفين الكابتن بشير عاش في صمت بخلق دمس، كان نسمة تعيش بين الناس، ما كانش منتشر إلا أنه كان بيعيش في قلوب كل الإسماعيلوية. واللي ما فيش حد يعرفه أن الكابتن بشير ساهم في نص إنجازات نادي الإسماعيلي. رجعكم طبعا بعد الفاصل، وانضمنا في الفقره الحواريه رمز من رموز نادي الزمالك ونجم مصر الكبير كابتننا الكبير كابتن محمد صلاح. كابتن صلاح اهلا بيك. كابتن محمد ازي حضرتك؟ منورني. الله يخليك. اسمح لي بس يعني انا في الفاصل جالي تليفون من صديق العزيز، انا بتربطني بالاشقاء والاصدقاء في دوله الكويت، يعني صداقه كبيره جدا من تقريبا من سنه 2000 طبعا، يعني ناس حبايبي. وعلى فكره شعبيه نادي الزمالك في الخليج كبيره جدا جدا جدا. صديق العزيز خالد عبد الرسول طبعا ده من أصدقاء الأعزاء، وعبد الرحمن الشراح وطبعا وخالد الدوسري، كل الناس دول المهتمين بنادي الزمالك، يعني بيعرفوا أخبار نادي الزمالك وبعرف منهم أخبار لنادي الزمالك من الناس دي، متابعين نادي الزمالك بشكل غير عادي. طبعا لهم كل التحية والتقدير والاحترام، وشرف لينا أنكم بتتابعونا وبتتابعوا المنتدى، وده هو دي القوى الناعمة الجميلة. دايما لما تبقى أنت هادف ودايما كلامك يعني مهم، كل الناس بتتابعك وبتؤمن بيك، ودايما يعني كل الكلام اللي بتقوله دايما بيلاقي صدى مهم جدا. كابتن صلاح طبعا على فكره من الكويت من زمان. لا ده من ايام كابتن حسن شحاته، جاسم يعقوب. طبعا لا ده خد بقى المصريين. كابتن جاسم يعقوب ربنا يديله الصحه والعافيه قال لي انا كنت بتعلم لما عملت حوار معاه في الكويت، بتعلم الكابتن حسن شحاته الشورت وكاو الشورت والتيشيرت والجزمه والبتاع، يعني ناس رموز. كابتن حسن شحاته، كابتن طه بصر الله يرحمه، كابتن سمير محمد علي، كابتن سمير محمد علي، في كمان كابتن محسن صالح. لا نجوم كبيره كمان في فتره التوقف اثناء حرب 67 كلهم كانوا هناك، وكابتن حسن خد احسن لاعب في اسيا لو تفتكر. يعني لا شعبيه الزمالك في الخليج كبيره، ولما كنا بنروح يعني كان اي مباراه اعتزال كان الزمالك بيروح، وكان ما اقولكش الاحتفالات والاستقبالات وحاجه جميله بصراحه. لا هم يعني حبايبنا وبلدنا الثاني. يعني مبروك عليكم المجلس الجديد. مبروك على الزمالك والله. مبروك على الزمالك الاستقرار 4 سنين. ناس تشتغل في هدوء، ناس تحاول تخدم نادي الزمالك. العرس بتاع امبارح حاجه تشرف وحاجه جميله ان انت تبقى عندك حريه اختيار. مبروك للقايمه. مبروك للي اتقال في بيان بتاع كابتن حسين لبيب ان هو بيرحب حتى بكل المرشحين. لا ونقول برضو شكرا هاني العتال في البيان كمان اللي عمل. لا ده لسه دي المباراه الثنائيه الشريفه اللي اعتقد لغايه الساعه 1:30 او 2 ما كانش حد عارف، لكن شوف لحد الان الرسمي تضمن ان شاء الله، تضمن بالمنظر اللي احنا شفناه امبارح ده محمد ان القايمه ما حدش فرح فيها قبل ما يعرفوا ان هشام نصر نجح. ده في النهارده وانا بتابع، انا اسف بقطعك، على الفيسبوك لحظه الاعلان واللي جنب هشام نصر واقفين وبيتابعوا، يعني دي اللي موجوده حاطين يعني على دماغه قاعد. لا يعني لا هم متابعين لاخر ثانيه لاخر رمق زي ما بيقولوا. لكن دي شفافيه في الانتخابات وفي الصناديق، وعلى فكره هي خلصت بس بدري شويه لان العدد كان قليل، لكن لما القائمه كلها تنجح معنى كده ان في دايره هم حاطينها حوالينهم بالاتفاق، البرامج اللي هيعملوها، الأولوية في اختيار المشاكل أو حل المشاكل نادي الزمالك. فأنا بقول لك مبروك للزمالك أولا، مبروك للأعضاء اللي اختاروا بقدر كبير جدا صح، مبروك لكل المرشحين، مبروك للجنة المجلس اللي جه جديد اللي قال مرحب
وايدي مفتوحه وباب مفتوح للناس اللي كانت مترشحه ولم يحالفها الحظ باراء بالتواجد بالالتفاف حوالينا لمصلحه نادي الزمالك. وده اللي انا عايزه، انا شخصيا عايزه. البشاري ظهرت النهارده في استاد القاهره؟ طبعا المدرسه فتحت، يمكن فتحت متاخر شويه، لكن المدرسه فتحت من ايام سولار. سولار الروح يا محمد اللي اللعيبه بتلعب بيها صرف النظر عن التدريب او العظيم، لا دي حاجه تاني. لا ما السجون ده كان وراك في التعادل طبعا، وفي الهزيمه وفي المكسب. انا قلت هو معاك على طول ومره. معاك على طول بالظبط. اللعيبه شوف انا اقول لك في لقطات النهارده عجبتني، يعني مثلا شيكابالا الجون قال لك لا ده جزيل سيف الجزيل. صح. اعتقد اي حد بيجيب جون العشرة بيروحوا، دي ما كانتش موجوده في الاول. المجلس هو قاعد فوق في المقصوره كامل، اعتقد بيدي ثقه للعيبه اكيد. على الاقل بيبقى ايه، احنا فتحنا يوم او صفحه جديده هنبداها النهارده. المخمخه باللغه العامه كده اللي كانت مع اللعيبه النهارده، شيكابالا بسم الله ما شاء الله اكبر لعيب في الملعب، 90 دقيقة ولا أو لا 90 دقيقة ايه 102 دقيقة. التفاهم اللي بين الثلاثة الأربعة اللي قدام خلاص، رغم ان نفس الطريقة دي انتقدنا فيها الراجل خلاص، وقلنا هيعدل، ورغم ان هو في اخر الشوط الثاني يعني رجع من غير دفاع يا كابتن، رجع لاصله ثاني وحاول يعمل لغز، لكن اللعيبه ما اديتوش فرصه او ما اديتناش فرصه في احراز الاهداف، ودي بقى عايزه تبقى ميزه. يعني انت بتكسب واحد او اتنين، لا حاول تكسب اربعه خمسه. شفت فتوح وبيرجع يعمل تغطيه عكسيه؟ لا شوف انا بالنسبه لي فتوح رغم ان هو مدافع لكن بستمتع لما بشوفه الكوره. لاعب كبير النهارده، في ممكن الناس ما تشوفش دور عمر جابر، من احسن الناس اللي موجوده في الملعب. هو المجموعه كلها كويسه بس في الاحسن، مثلا شيكا مصطفى شلبي الشوط الاولاني، زيزو، شيكا، اوباما عليه دور مخفي محدش عارفه او مش شايفه. الهدف ده يدرس يا كابتن، يعني انا يعني طبعا هيجيبوا لنا الهدف وهنستعرض الاهداف مع بعض. هدف ده تحديدا مصطفى شلبي اللي انا بعتبره واحد من اهم الوجات في مصر، لاعب كبير مصطفى على شلبي. فكره هو اتظلم في الفتره اللي فاتت في المنتخب. مصطفى شلبي لعب مهم جدا 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 من ايام ما كان في انبي على فكره، جاي لهم قبل كده بطوله اسيوط. الطريقه النهارده يعني هو جاب جون وبعدين صنع هدف واثنين وتحرك وشيكابالا واوباما، لا 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 يعني الجماعيه النهارده اللي تخليك مبسوط، مفيش انانيه. يعني حتى زيزو خلي بالك الجون اللي اعتقد الثالث او الرابع اللي جابه شيكابالا، هنجهز لك الاهداف وهتبقى ورا بعض. زيزو لعب الكره بالعرض كده احساسه ان في حد هيجي، بس هي عدت. رغم ان سموحه مش على قد المستوى اللي انا كنت اعرفه عنها كلعيبه في الملعب، لكن تفوق لعيبه الزمالك والانشراح في اللعب او الاستمتاع باللعب خلاهم يطلعوا الكره اللي حضرتك بتقول عليها، مثلا الجون ده من احسن الجون اللي هتلاقيها في الدوري. ان انت طول ما انت انا بقول لك طول ما انت بتثبت الفرقه بقدر الامكان 8 او 9 لعيبه باستمرار بحفظك وبتحفظني. كابتن صلاح النهارده ما شفناش ان في فوارق كبيره في نادي الزمالك ولا في يعني غيابات، يعني انت عندك وقف قيد، عندك مشاكل عندك، بس بسم الله ما شاء الله الاداء النهارده اداء ولا اروع، اداء فرقه عندها كل الصفقات اللي عايزاها. مش ده بدايه الاستقرار؟ طبعا. واللعيب عايز ايه؟ استقرار، عايز يحس ان في وقت معين متحدد له هياخد مثلا مرتبه، هياخد المقدم، لو كسب هياخد المكافاه. فالحاجات دي كانت متوقفه لغايه امبارح، وانا بشكر الناس اللي وافقت على ان الفرقه تبقى بره النادي بعيد عن الانتخابات. ده عمل استقرار للعيبه وارتاحيه، وعرفوا امبارح اكيد طبعا كانوا بيشوفوا الانتخابات وحصل فيه استقرار، فالنهارده ابدعوا. فاذا كانت اللعيبه دي هي اللي احنا قلنا عليها من فتره ما كانش عندها استقرار بتلعب وحش او ما بتكسبش، هي اللي بتلعب، بس حصل استقرار. فاتمنى ليهم وللمجلس ان يمشي على الخطى ده باستمرار. طيب كابتن صلاح هنبدا بقى فنيا، هيبدا الاهداف معانا على الشاشه هدف كده، ويعني في استمتاع النهارده في متعه. انا جاي شايفك منتش مش كابتن صلاح بتاع كل مره. انا مبسوط صراحه. طيب نبدا برضو بالهدف الاولاني، طبعا كلنا مع غزه ده شيكا وعمر اللي عملوه في الاول. كابتن اتفضل يا كابتن. شوف هو اهم حاجه في كده ان شلبي هو اللي مكمل. طبعا يعني بدايه ما عمر لشيكابالا، بعدين قطع اوباما الاول يا كابتن.
ده اوباما دلوقتي. ده اوباما لا ده عمر. عمر ده عمر. عمر ده الثاني مش كده؟ ده الثاني الهدف الثاني بتاع عزيز. ده الثاني شوف شلبي. شلبي الميزه بقى، الميزه دي بتاعته الوينج. على طول شوف القطعه بتاع اللي احنا بنقول عليها بتاعت مصطفى شلبي عملها زيزو. فدي متفقين عليها رغم ان في اتنين بياخدوا عين او نظر المدافعين لدرجه ان اعتقد المدافعين يعني ابتدى قعد مع بعض. محمود ده جت في راسه وطرد التاني. ده ضربه الجزاء. لا ده زيزو الركبه. ده الهدف بركبته. وبعدين ممكن بعد كده يجي شيكابالا. فالحركه اللي هي بقى ايه اللا مركزيه في في الخط الهجومي الاربعه بيهم شيكابالا او زيزو بتعمل خلخله. طبعا بتعمل خلخله. رغم انا بقول لك يعني ما حدش يزعل مني في بعض النواقص الدفاعيه في خط سموحه، اخطاء كبيره جدا جدا. النهارده كانت افهم الافات اللي في اخطاء نادي الزمالك واخطاء دفاع نادي سموحه النهارده في الاثنين. لا هو اللي بس الزمالك في الاخر لما حصل التغيير طبعا. بص لكن هي في شوف الهدف ده. نرجع بعد اذنكم معلش الهدف ده من الاول خالص كمان. نرجع يعني من قبل ما ياخدها شلبي كمان لحد ما يستلم مصطفى شلبي. عايزين بس اشوف عشان بس نعرف شوف الحركه. تحرك شلبي اتفضل يا كابتن صلاح. الحركه مش شلبي. مين اللي لعب شلبي الاول؟ هتشوف دلوقتي. زيزو ولا رؤى؟ لا قبليها بشويه. استنى بس ارجع بس كده. ايوه مين ده؟ زيزو صح؟ ده زيزو. شوف الرؤيه بقى. بص انت عندك حركه شيكابالا واوباما خدوا كام واحد هناك؟ ستة. والوسط كله بتاع فاضي. مسموح فاضي. فالباك رايت هو لسه هيستلم او قبل ما يستلم شلب الكوره هيروح هيرقصه وهيلعب لمين؟ مش لاوباما، هيلعب لشيكابالا. مشيها اسف بعد اذنك. ادي دخل جوه على طول. لعب لمين؟ قبل الاوفسايد. خلاص الاثنين دول بقى خلاص هم حافظين بعض. حافظين هتلاقي بقى الكعب والعمل واللي سوى جون حلو قوي طبعًا. يعني 7 على 3 او 7 على 4. شوف بقى شيكابالا. شوف اوباما بيعمل ايه. بس خلي بالك حتى لو مدافعين سموحه كويسين السرعه بتاعت شيكابالا بتاعت اوباما. الفينشينج بتاع اوباما بكعب رجله على الثابته في اتجاه. لا هو في اتجاه واتجاه والكره في اتجاه. شوف الجهاز طبعًا. مش مصدق ان الكره دي بتلعب النهارده. طبعا حاجه جميله بصراحه يعني. وادي اوباما اللي كان الناس بتقول لا يقعد وحش. انا معجب جدا بيه ومش من النهارده بس من سنتين وهو في نادي انبي. لا طبعا بس هو لما جه الزمالك الاول كان لازم يتاقلم بقى شويه وبتاعه. خلي بالك ده حاجات شيكابالا واوباما مع بعض بيعملوها. الكره عامله ازاي؟ كعب رجله ازاي؟ ليه؟ ان خلي بالك الناس لما شافت التشكيل في الاول بقى الهدف بقى الخطا دفاعي اهو طبعا. ده بقى لما نزل عبد الغني وبعدين مش عارف يمسك مين. وبص في حتى في حديث او حوار بينه وبين صبحي. عبد الغني بيلعبوا ديفندر ما برضه بيغير دايما كده بيعمل حاجات. هي التأليفة هو لازم ما يمشيش كويس في يوم بس بيكسب. بس انا بقى ده الهدف اللي انت قلت عليه ان زيزو طالع خلاص. نيمار شيكا فوق في العارضه. في ترقيص قبل كده الشيكا على هتيجي لو موجوده. لا كانت قبل دي اللي صدها هاني. هو لو لعبها تشيب زي ما زي ما زي ما عملها في الثانيه كانت هتبقى جون احسن جون في الموسم السنه دي. لا دي اللي عارضه دي. اتفضل. لا ده الجون بتاع شيكا ده. شوف الكنترول كم واحد 2 4 6 7 بس ده بس هيحسبها يعني هيحسبها بعد كده. يعني حتى الاهداف لا حتى الاهداف اللي جت فيها تنوع من الشمال من اليمين شوطه في العارضه تكمله لان في انسجام حصل من اول مباراه. يا جماعه لو في عندكم بس في لقطه لشيكابالا رقص فيها على منطقه الجزاء مرتين 18 وشاطها. ده لو كان عملها تشيب باس بيشوفوها لو موجوده يعني. احنا كلنا ترقصنا كلنا ده رقص كل حتى مين كان بيذيع مؤمن؟ مؤمن حسن. قال لك لازم تتدرس بقى وبتاع طبعا هو لو عملها بالشكل اللي عملها في الجون اللي حسب الجزيره ده كان حاجه تبقى حاجه ثانيه. كابتن صلاح بالاداء ده وبالشكل ده شايف ان الزمالك راح فين؟ لا شوف انا اتمنى يبقى كده لان لو كان كده حتى لو ان شاء الله كده يتفتح يعني في يناير ويجيبوا لعيبه اكيد بالمجلس المحترم ده باذن الله تعالى الكبيره دي اعتقد خلاص. لكن باللعيبه دي بس يحصل انسجام يعني لعيبه تلعب مع بعض كتير. ما كسبش انا النهارده الماتش الجاي اشيل 5-6 ولاعب 5-6 خلاص. احنا دخلنا في الاسبوع الخامس صح؟
دخل على الخمسة. لازم يثبت فرقة تلعب كده، لأن طول ما أنت بتكسب كده الناس بتخاف منك. شيكابالا وتألقه مع أوزيريو شايفه إزاي؟ مش صدفة. لا لا شيكابالا مش صدفة، شايفه إزاي؟ لا لا هو شيكابالا مش صدفة يعني. شيكابالا مع كل الناس مش سوري بس، لكن هو يلعب إمتى؟ يلعب قد إيه؟ لا بس مع الراجل ده كان بيلعب وقت كتير. أيوة اللي بالك خلاص لازم يستف فترة كبيرة في الملعب. خلي بالك هو أنت لما تيجي تلعب نجم، أنا مش عايز أقول كبير من الكلام ده، مش عندي، مفيش كبير ولا صغير، هو بالمجهود. اللعيب اللي بيلعب عليا بيخاف مني، عامل النفس يعني. عامل النفس، برافو عليك. أنا بتمنى الكرة ما تجدلكش، إنك هتتصرف فيها كويس. والنهاردة سموها فرقة كبيرة بس مش يعني مش كويسة النهاردة، لكن لما يلعب 120 أو 105 دقيقة النهاردة أو 102 دقيقة النهاردة، هل هي صدفة؟ لا طبعا. اتمرن كويس، بيلعب كويس، بيحافظ على نفسه، بيعرف يقف، يتعب امتى يرتاح من غير ما تحس. هو ده بقى، هو ده اللعيب الكبير بقى طبعا، زي بركات زمان. بركات في زمان كنت تلاقيه في توقيتات معينه بيجري ويعمل سبرنتات المفيده بالظبط. وبعدين هو بالنسبه للعيبته عشان كابتن، كله بيسمع كلامه، كله بيحبه، بيحل مشاكل جوه الاوضه. وخلي بالك هي اوضه اللبس دي اللي بتعمل النجاح ده. فشيكابالا مهم جدا في الفرقه. طب هو ليه ما بيعتمدش على الجزيري؟ ليه بيعتمد على الجزيري وما بيعتمدش على اوباما اساسي؟ هو بص، هو ما انت لازم بص هو يظهر. عارف ان احنا بنتكلم عليه، يجرب لحد امتى؟ يعني النهارده الحمد لله مش كويس، لكن بعد الدقيقه 60 او 70 رجع تاني زي ما كان. طبعا كان في ولولا احنا كسبين 3 يعني 3-1 دي، يعني جبنا الرابع وضيع زيزو ضربه الجزاء فرقت. لكن لو جه الجون الثاني الامور هتصعب. طب عايز اعمل رابطه كابتن بعد الاستقرار، اتحرك قلت الاستقرار وعوده فن الهندسه مره اخرى ووجود المجلس واول مجلس منتخب وقائمه موحده وكل الامور دي بتهيئ مناخ صحي كبير لنادي الزمالك. هل الزمالك قادر بالشكل ده اللي احنا شايفينه وان شاء الله والسبورت الكبير جدا من جانب مجلس الاداره انه ينافس على الكونفدراليه ويبقى برضو منافس على الدوري السنه دي؟ باذن الله. مش عافيه والله. لا ما بقولش عافيه، انا سكت. مش عافيه. لا ما انا عشان حضرتك كمل. شوف في الظروف اللي هي كانت صعبه اللي ربنا رجعها تاني، لا يرجعها تاني على نادي الزمالك، كنا اهو اللعيبه بتعافر وبتكسب ماتشين وبتتعادل ماتش كنتوا كرموز قلقانين يا كابتن بشكل كبير. من ايه؟ من الاجواء المحيطه واللي بتحصل للنادي اللي قبل كده. الزمالك طبعا اللي قبل كده. طبعا طبعا ما كانتش عليها مرام. لكن لما يبقى في وقفه وبعدين 40 يوم او 45 يوم في استقرار ايا كان المجلس هيجي مين، ما هو اللي جاي عارف مشاكلك فهو جاي عشان يحلها. يعني كل التحيه والتقدير للدكتور عماد البناني. طبعا انا قعدت معاه نص ساعه في قمه الاحترام. انا طلبت من المجلس يعمل له تكريم. طبعا لازم لازم. اتمنى ان يكون كابتن حسين والمجلس سمعنا، يا ريت يكون سمعنا، حافظ على النادي بقدر الامكان. طب يعني انا بطلب برضه من زملائنا في الاعداد، احنا هنطلع شويه نطلع فاصل، لو في الفاصل نقدر نجيب الدكتور عماد البناني نشكره ونديله قيمته وقامته ونقول له فعلا اللي طلب منه عمله ووصل بالمرحله بالزمالك بالمرحله الحرجه دي الى الاستقرار، وده هذا حقه يستحق على التقدير. نطلع الفاصل. نطلع الفاصل ونجيب الدكتور عماد. ونجيب الدكتور عماد. فاصل. من داخل نادي زاد من مقر تدريبات الفريق الأول للكرة النسائية، خلينا نعرف آخر الاستعدادات والكواليس للموسم الجديد وكمان المشاركة لأول مرة في الدوري الممتاز. هيكون لينا لقاءات مع أفراد الجهاز الفني وكمان مع اللعيبة. ابتدينا نتكلم أنا وفريدة سالم وسلمى، هم بصراحة عندهم بروجكت كويس جدا في نادي زاد هنا. اللي عجبني في الفكرة أن هم عندهم لونج تيرم بلان للفريق، عندهم خطة للثلاث سنين اللي جايين أو للخمس سنين اللي جايين أكشلي. فده شجعني أن أنا أبقى موجود مع نادي زاد. كان في عروض من أندية تانية بس أنا فضلت أبقى موجود في نادي زاد عشان زي ما بقولك الخطة اللي عاملينها للفريق ده. الفريق أول سنة يتكون هيبقى فيه صعوبات طبعا في الأول، قابلناها كتير جدا بس الحمد لله احنا كنا شغالين كتيم ورك مع بعض. للأسف كنت جيت في وقت متأخر شوية قبل القيد ما يقفل بأسبوع أو حاجة، فده كان عامل لنا حبه مشاكل صغيره لان في لعيبه تعاقدنا معاها انا ما كنتش لسه موجود يعني. بس الحمد لله انا اختياراتهم كانت كويسه جدا جدا جدا، فيعني الحمد لله الدنيا مشيت كويس جدا. الفريق الحمد لله واقف على رجله وجبنا لعيبه كويسه جدا جدا، ف
جاهزين ان شاء الله للموسم. يعني مركز حراسه المرمى مركز مهم جدا، يعني ممكن يكون اهم بوزيشن في الملعب. مهم جدا ان حارس المرمى يكون على مستوى فني كويس عشان يساعد الفريق دايما ان هو يحقق نتائج كويسه. يمكن التمرين في الكره النسائيه مش بيختلف كتير عن التمرين في حراسه المرمى في الرجال، تقريبا نفس الجزء المهاري اللي احنا دايما بنشتغل فيه او الجزء الخططي هو، يمكن بس اللي بيختلف شويه جزء الاحمال، ممكن يكون بيختلف شويه الى حد ما، لكن ما فيش اختلاف كبير. بس هو زي ما انت بتقولي بوزيشن مهم جدا جدا في الملعب. انا بشتغل مع فريده سالم في الاداره من شهر 7، وبشتغل معاها على تكوين الفرقه وفي اداره الفرقه برضه. قوام الفرقه الحمد لله كويس جدا، قدرنا ان احنا نجيب لعيبه عندها خبرات كويسه جدا، وقدرنا ان احنا نعمل صفقات كويسه قوي مع انديه كبيره. احنا عملنا صفقتين مع نادي المعادي واليخت، قدرنا ان احنا نجيب مدافع يارا ياسر، قدرنا نجيب حارس المرمى الهام هاني، والحمد لله عملنا صفقه كويسه مع نادي الطيران، قدرنا ان احنا نضم يارا صبري وناشئه منى منصور، وان شاء الله يبقوا جاهزين معانا في الدوري. انا كنت السنين اللي فاتت كنت في وادي دجله، وبعدين وقفت عشان يعني كنت حامل وكده، ودلوقتي كنت عايزه ارجع، فكذا نادي كلمني، بس حسيت هنا اكتر نادي اندرستاندنج للكيس بتاعتي، واكتر نادي موفر لي كل حاجه ان انا اتاهل، ويعني حتى لما نبتدي ان شاء الله انزل التمارين وكده، حاسه ان هو موفر لي حاجات كتير جدا باقي الانديه مش موفراها، فده هيساعدني ان انا ارجع بشكل اقوى حتى من الاول. في حد من اداره نادي زد تواصل معايا، بيشوف رغبتي طبعا الاول، وبعد كده انا كنت حابه الصراحه ان دي خطوه كويسه، ونادي زد نادي كويس طبعا، فخليتهم يتواصلوا مع اداره نادي الطيران، والصفقة تمت من خلال الإدارتين. أنا كنت بلعب في المعادي، فنادي زاد شافوا لو أنا أحب أن أنا أجي، وده طبعا بناء على رغبة اللعيب، يعني بيتواصلوا مع النادي، وهم صراحة هم دخلوا في تفاصيل أكتر مع النادي وكده، وفي الآخر الدنيا مشيت والحمد لله جيت زاد في الآخر. التعاقد بدأ بأن كابتن فريدة سالم كلمتني، هي تعرفني من زمان بلعب معها في الأكاديمي في أكتوبر أول ما بدأت تدرب خالص، أنا كنت من أول بنات اللي اتمرنت معاها يعني، فاتكلمت معايا وقالت لي يعني تعالي عندنا زد وكده، وهتبقى كنت بلعب في نادي المعادي من ساعة ما بدأت كورة يعني. بس فأنا بصراحة يعني دجلة برضو كانت كلمني، بس أنا لما فكرت لقيت إن زد هيبقى حاجة كويسة ومناسبة ليا يعني الفترة الجاية، تشالنج جديدة، فقلت لكابتن فريد أنا موافقة طبعا. أنا بلعب ديفندر في نادي زد، هو نص الملعب، ولعبت في فرنسا برضو ديفندر أو نص الملعب فرنسا في نادي اسمه سودوني، ولعبت قبل كده برضو في نادي فرنسا اسمه أولمبيك ليوني، وزمان لعبت في مصر في وادي دجلة. رجعكم تاني بعد الفاصل، وما زال في ضيافتنا نجمنا الكبير ورمز من رموز نادي الزمالك ومصر الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح. كابتن محمد، يعني الاستغناء عن المدربين في شمال الدكتور عماد مش داخل؟ الدكتور عماد يا جماعه، الدكتور عماد بناني لو ينفع يعني برضو نكلمه يعني لو ينفع. رحيل الكابتن ميم عبد الرازق كاول مدير فني السنه دي مع نادي الداخليه، انت سمعت المداخله امبارح معايا؟ والله بص، هو هقول لك على حاجه، بس احنا بقى لنا فتره في الدوري فوق او تحت يعني بنتاخد، لازم تقول لي الاول انت عايز ايه. يعني تاخد دوري، هتبقى في المربع الذهبي، هتبقى في المنطقه الدافئه، ما تنزلش، يبقى انا عارف المطلب بتاعك ايه وبنشتغل عليه بالامكانيات او اللعيبه. لكن مش كل ما يخسر ماتش، خلي بالك، هو مين اللي اتسرع شويه؟ كابتن مين اتسرع شويه؟ قال لك انا بين الشوطين قلت للعيبه، فدي بتعمل هزه محمد. يعني انا معايا مدرب بيقول لي انا بعد، انا دلوقتي انا مشيت هلعب ازاي؟ هنافس تعليمات مين؟ النتيجه كبيره، اربعه، لكن قبل كده شفتهم ماتشين لعبوا كويس جدا، عنده لعيبه كويسه، يمكن انا اعرف الكابتن مين فتره، ممكن اخش عنده صبر شويه، لكن مش دي اخر المطاف، وده مش اخر مدرب.
يعني سمعك فيه كده كل ما واحد النهارده سموحه برضو بيتكلموا على رحيل احمد سامي. الكلام برضو كان في كلام برضو وكواليس في البنك الاهلي ان في حاله خساره امام انبي ممكن ازوري يمشي كلام. وكان برضو كان في تامر يمشي ولا في انبي انا اسف بابو فاسيليو فاسيليو فهي مش على ماتش. هي اللي بيفرق بره من هنا ايه؟ ان المدير التنفيذي مثلا والناس اللي مجلس الاداره بتتفرج على التمرين فبتعرف المدير الفني بيتعب قد ايه او موفق او غير موفق في المباراه. دي في النهايه يوم المباراه ده يوم لعيبه يوم توفيق ربنا للعيبه مع تنفيذ خطط انت عاملها. لكن مش كل ما هخسر خلاص انا اتسرع اطلع اقول انا مشيت او عايز امشي او حد يقول لي شكرا. طيب كابتن احنا برضو النهارده كان في مباراه لنادي البلديه ونادي الاتحاد السكندري. البلديه بقى من اصل ده عشق من زمان يعني طبعا. واحمد عبد القوف ده اخ صغير ليا وانا دعمه باستمرار وهو مشروع مدرب كويس وبرضو هو اشتغل شويه بالبلديه المحله مصطفى الشامي ده برضو الحاج محمود طبعا الحاج محمود لك وحماده زي ما حضرتك محمد علوي طبعا لان هم خلي بالك مش جايبين ناس مشهوره قوي والميزانيه على قد لكن عاملين توليفه كويسه جدا. يعني هتيجي مثلا تجرجرني انت حسام اشرف ده ايه اللي مشاه من النادي لاعب كبير على فكره وانت ما عندكش فرقه. انا النهارده براجع في الاسم قالوا لي حسام اشرف ده لاعب كبير. ماجد هاني ماجد هاني طبعا يعني في ناس كتير بتمشي بس ايه عمر كويس كويس انها بتمشي ما تفتحش بقى المواضيع دي بقى خلاص 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 هو هيلعب من ال 30 مباراه مثلا او بتاع هيلعب 20 30 هيفيد بعد كده النادي الزمالك لما يرجع. لكن في العين بقى العين الخبيره ما تسيبش حد ممكن يفيدك في الموسم ده ليك. طب انا استعرض مع حضرتك اهداف البلديه والاتحاد السكندري ما يجيبوها لنا يعني على الشاشه. لا هي فرقه كويسه وانا يمكن السنه اللي فاتت لما كنت في السكه لعبت ماتش ودي مع احمد لعيبه عندها سرعه عندها التزام هو بيوقفهم كويس جدا جدا فانت مش عايز حاجه يعني خلي بالك لما بيجي لاعب فرقه مش هيهاجمك على طول وكان اقرب في الثلاث ماتشات اللي فاتوا للفوز. شايفه مع ابروف مشروع مدرب كويس وعد طبعا طبعا واتمنى ان احنا كنا ندعمه لان لما يكون عندك النهارده ودخل عليهم خالد جلال بعد كده بتفرق مع الزمالك ان انت عندك ابناء هيعرض لنا معانا لقطات هنا يا كابتن. اكيد معانا النهارده طبعا البلديه والقائم النهارده لعب مع الفرقتين الاول خلي بالك ثلاث اربع كور هنا وهنا لكن هقول لحضرتك حاجه هي الاخطاء الدفاعيه أول واحده يعني. واحده البلديه ليها اعتقد واحده او اثنين ادي واحده اهي نفس القصه اتفضل يا كابتن. بقول لك البلديه ولاد شباب اعتقد السنه اللي فاتت منهم جزء قاعد يجول خطا من حارس المرمى خرج ومفيش كونكشن ما بينه وبين السيرد باك وحسام مكمل كويس قوي يعني عنده جرأه مش خايف متوقع تحرك يا كابتن تحرك بص توقع بص الاتحاد ماشي يعني بخطى بس بطيء شويه ده الهدف الثاني هو برضه حسام ده هداف عنده مالك التهديف بص يا كابتن خلاص انت تاخد المدافع في ظهرك وبعدين تروح لافف بيه ده خطا دفاعي طبعا اكيد تمركز تمركز باين اهو ثلاثه واقفين يعني لو مغطيين اعتقد ده غير بقى طريقه اللعب كلها يعني لكن المباراه فيها ده اعتقد ده اوفسايد او حسب ايه ده اوفسايد اتحسب اوفسايد اتحسب اوفسايد المباراه فيها شغل كتير قوي المدربين سواء من طارق او من احمد لكن احنا عشان كده بقول لك احنا المستفيدين لما نيجي نتفرج على ماتشات زي دي كده انا قلت دايما الكابتن طارق عاشري لو مش يعني مش هيكسب ما يخسرش ودي يعني ده هو بيلعب على دي طبعا ودي اما معاك ثلاثة اما معاك واحده لكن بالزبط. ما ترجعش خسران صح. لكن انا بقول البلديه هي بس في فرق خبره او خبرات ان انت لما تبقى كسبان تحافظ على المكسب في الاخر لان دي مش اول مباراه يكونوا كسبانين ويتعادلوا فيها. المباراه الثانيه المباراه اللي كانت كبيره برضو مباراه كبيره هي ما اتذاعتش طبعا طلعت اذاعه مسجله بعد كده او اتذاعت انبي ونادي البنك الاهلي الفرقتين فرقه عندها هدف عندها نقطه واحده اللي هي انبي وفرقه ما عندهاش ولا نقطه اللي هي نادي البنك الاهلي رغم الصفقات الكبيره. والله زعلان على البنك انا يعني ده رابع مباراه مش كده؟ ما يكسبش ويبقى متزايل القايمه مش على قد الامكانيات او على قد الصفقات اتعملت اللي هو اشرف نصر يعني والنادي في البنك الاهلي بصراحه عاملين مجهود يعني كبير جدا جدا لكن انا بس مش عايز الناس تستهين بامبي. امبي عندهم مجموعه ولاد صغيرين ده حقيقه
حافظين بعض كويس جدا، وتامر محفظهم وبيكسبوا في أي وقت، يعني ممكن يسرقوك ويكسبوا زي ما عملوا النهارده في أي وقت، ودي ميزة. خسر من الجيش وبيراميدز والزمالك، والنهارده بيرج، والنهارده اهو انبي الأربعة، فهو متزايل يعني، هو الأخير في الجدول مع الإمكانيات دي كلها، ما أعتقدش لازم يبقى في حتة أحسن من كده. شاف إن بأمانة كرؤية بقى فنية، وأنت راجع على مقعد المحلل الفني، بابا فاسيليو يستمر؟ النتائج لا. كان حظ، كان لعب في الزمالك وبيراميدز في البداية ماشي، النتائج بيقول الأخير. لكن المجلس ممكن يكون عنده صبر، صح، ممكن عنده رؤية هو تانية. هو طبعا كان في فرصة، يعني أعطى فرصة المباراة اللي كانت قبل التوقف بتاع الدولي، وكانت أعطى فرصة للمباراة دي، أعتقد ممكن يبقى في جديد يعني بالنسبة للنادي البنك الأهلي. حسب المجلس هو اتفق مع الرجل على إيه؟ يعني تفهمني، لما تيجي مثلا زي مثلا خالد جلال في فرق، قال لهم أنا يعني، قال لهم الهدف الدوري؟ لا أكيد، لا عايزين نكمل عشان أحسن نبقى ما ننزلش. أو الماتشات صعبة هيبدأ بالإسماعيلي بكرة، فيوتشر مصر سيراميكا الماتشات الجاية، ده متعة. أول وتاني، واللي هيكسب هيبقى أول، ولو فيوتشر ماشي كويس قوي طبعا، مودرن فيوتشر برضو عشان ده بقى المسمى مودرن ما شاء الله يعني في افريقيا ماشي كويس، وثلاث مباريات بثلاث، لكن الاسماعيلي في الاسماعيليه صعب. وإيهاب جلال ابتدى يحفظ لعيبته رغم ان في ناس مشيت كتير، لكن يعني كشامي وياسر ومحمدي وباهر لا، لكن هو محافظ على الكيان، وبيبتدى يعني ممكن يكسب ماتش، ممكن يتعادل ماتش، ممكن يخسر ماتش، لكن الماتش مش سهل للفريقين بكره. طب خلينا نسرد الاهداف النهارده كابتن محمد، دي طبعا دي نهايه المباراه وبيهنوا بعض، هنرجع تاني اكيد للاهداف ورؤيه حضرتك فيها النهارده. هو وليد ليه عصبي على طول كده الحكم؟ معلش، ما برضه اللاعب رايح له بعد ما مغلوبين 3-1، خلاص المباراه خلصانه يعني، سواء كانت من اللاعب اللي اتغلب ياخد بعضه ويدخل اوضه اللبس وحكم المباراه خلاص الامور. احنا عايزين نعمل مش قوانين يعني، مثلا ايه المدربين الفنيين قبل المباراه يسلموا على بعض، وبعد المباراه ايا كان هي بتحصل يا كابتن، بس طبعا انت عارف واللاعب ما يروحش الحكم ده، ده المدير الفني بعد المباراه لو مش كسبان ما بيعملش مش تصريح ولا واللاعب ماشي وممنوع مش ممنوع والكلام ده. احنا خلاص ابتدينا نرتقب الكره المصريه في حاجات كتير جدا. طيب جيب لي اهي ده البدايه، ضربه جزاء اتصدت، يلا اتفضل يا كابتن، دي اتصدت كمل تاني، جت تاني ادي فكر من اللعيبه يا راجل، ابو جبل هيتجنن اهو، لان انت لازم تبقى عامل في حسابك ان ممكن ترد في عرض او جون يطلعها. ده بامبو، ده الجون، ده كله كابتن التمركز، التمركز لا هو بامبو سبع جول. ده سيرد باك قلش، ده بامبو بامبو سبع، ده اسامه ده الجون الثاني، ده ضربه جزاء برضو، ده ضربه جزاء الثاني على من تحت يعني ايد ابو جبل، قال لك يا ابو جبل فيها، لكن يعني كان ممكن يصدها. اللي بعده دي اتقطعت، دي جت جون، ده التالت اعتقد، ده حلو قوي، بس ده خد القرار، خد القرار بسرعه. انت مغلوب من ابو جبل على السبته، انت مغلوب وعارف انك انت تعالى لي بقى. ايوه انت جيت في ملعبك بقى. ايوه انا اللي جيت في ملعبك. طب قول لي البدايه من تحت مش في اي وقت، صح ومع ناس هتقدر انت واثق مليون في الميه هتطلع، حتى لو ضغط عليها هتطلع. زي ما انا بقول لك ما عندناش جول لغايه دلوقتي لا في اهلي والزمالك في اي حته، يقدر يبدا من تحت. مهم ده قوي. ليه انا اخلي لعيبتي تحت ضغط صبت، وان انا ممكن اغلط ويجي فيها جون؟ وبعدين زمان كمان ليه زمان يعني يثبت الكره والسد باك يشوط لقدامه خلاص يخلص. عايزين نقلد بس لازم نجيب، يبقى في نوعيه لعيبه افضل من كده شويه، ده واخد على الطريقه دي نفسها ملاعب، في ثقافه في ان ممكن تخسر عادي او تغلط عادي، يعني ممكن مدرب واحد غلط يغلط. المدير الفني بتاع وادي دجله كان اسمه يا جماعه فكروني مين؟ المدير الفني بتاع وادي دجله تاكس جون هانس. هو اللي عمل القصه دي، هو اللي عمل القصه دي، كان نفسه يكملها على فكره. ماشي، ما عملش بيها حاجه. نزل وادي دجله، نزل مش عارف يصعد، ومع بيراميدز كان برضو مش ماشي معاه كويس ومشوه. احنا مش عايزين ناخد الحجم المدرب الاجنبي نيجي نطبقها كده، بس لازم اشوف اللي عندي، البضاعه اللي عندي، الكواليتي بتاعتي، الكواليتي ايه، هيمشي ولا مش هيمشي. طيب على فكره ممكن يمشي في نص الملعب. بكره عندنا ثلاث مباريات مهمين جدا، المباراه الاولى بين العرب برضو المتعسر وزد. انا زد عاجبني السنه دي، يعني الصاعدين عاجبني جدا في الـ في الـ في الجراءه، اجتهدوا وجابوا لعيبه كويسه، صرف النظر في بعض المشاهير، في بعض اللي طالعين من انديه الاهلي والزمالك الاعراض. المقاولين السنه دي شكله مش
مش كويس قوي رغم ان كابتن شوقي فنش الموسم اللي قبل كده او الموسم اللي فات بشكل كويس جدا. يمكن ليهم خصوصيه في الاعتماد على الناشئين او الصغيرين، لكن المجموعه اللي موجوده مش قادره لغايه دلوقتي، لغايه امبارح مثلا، هنشوف لسه بكره، لان هيلاعب فرقه مجدي عبد العاطي بقاله سنه معاهم، حافظهم كويس قوي زي عبد الرؤوف كده، وماشي معاهم خطوه خطوه، يعني مش مستعجل ان يكسب. بيتحايل الفكر في البلديه وزد على استمرار المديرين الفنيين الاثنين اللي صعدوا بالفرقه، واتمنى ان الاثنين ينجحوا عشان يبقى عبره للناس الثانيه، لان هي فكره ان انت تصعد فرقه وما تكملش معاها دي. مجدي فتره التوقف كان راح معايشه في استون فيلا تقريبا كام يوم. بالظبط خلاص، لكن هو حافظهم خلاص، هو حافظينه يعني ممكن بالعين يبقى عارف انا عايز ايه. لكن انت كل شويه بتغير من اللي تحت من اللي فوق، وبعدين اللي بيجي جديد يقول لك انا عايز 17 18 لعيب، فانت هديت كيان، فهتلاقي البلديه محافظه على كام السنه اللي فاتت او نصه، مجدي نفس الشيء، فدي حاجه كويسه. فانا بقول لك الماتش صعب جدا للمقاولين بكره، ممكن يبقى عوده مره اخرى مقاولين ولا عن نفس النادي، ممكن بالنتيجه ان شاء الله. الاسماعيلي وفاركو، الاسماعيلي برضو كان اخر مباراه في طبعا هزيمه، وبرضو فاركو نفس القصه يعني مباراه الجراحين يعني، هو بس دي على ارض الاسماعيلي واللي عامل الجماهير هو صعب عشان في الاسماعيلي، وجماهير الاسماعيلي ما شاء الله انت عارف عمل ازاي. لكن فاركو هيبقى صعب عليه ليه؟ صعب في التغيير، يعني لما يجي خالد جلالي يعمل نتيجه ان شاء الله كويسه هتبقى بدايه كويسه ليه، فيبقى عنده ان شاء الله انفراج ان يشتغل بعد كده على طول. لكن لو اتصادم بهزيمه هنرجع نقول ايه، هو ما جابش اللعيبه، ما يعرفهاش لسه، بقى له فتره قليله. لكن الاسماعيلي ايهاب من اول السنه، فهيبقى في صراع بين الاثنين. سياسه التغيير المبكر او الاستغناء المبكر عن المدير الفني شايفها او عندنا لازم يبقى في عدد للدراسه والتأني شويه؟ لا لازم يبقى في تأني، لان خلي بالك الاتحاد الكره عامل لائحه اللي يستقيل غير اللي يقال، وليه فرقتين، واحده فوق واحده تحت، القصه دي كلها مش هتلاقي زي من فتره فاتت ان مثلا محمد صلاح يمشي هنا يروح هنا يروح هنا، هو لا، هتلاقي في مدربين جداد طالعين. لكن هو الاستقرار طبعا مفيد يا كابتن محمد، مفيد مفيد للفرقه واللعيبه، وخلي بالك اللعيب المصري بيبقى عارف ان المدرب ده ماشي بيكبر. المباراه الاخيره اللي هي بكره ان شاء الله الساعه 7 مودرن فيوتشر وبيراميدز، فريقين مودرن فيوتشر العلامه الكامله، بيراميدز برضو ماشي بشكل مميز جدا، في حاله فوز اي من الفريقين هيتصدر الدوري. هو بص سميه ديربي مصر بس صغير، مش قالوا زمالك يعني ديربي. شوفوا بقى ديربي قاسيين جدا وعندهم امكانيات عاليه جدا حتى في اللعيبه يعني. نقول اول وثاني مؤقتا، مودرن عايز يكسب عشان يعدي او يفرق، وبيراميدز عايز يبقى الاول. فالصراحه يبقى جميل جدا في الملعب من ناحيه الكوره، واحنا المستفيدين في الاخر كمشاهدين. شايف ان المباراه في مباراه مدربين ولا مباراه لاعبين داخل الملعب؟ لا اللعيبه. اصل انا مش بيقول لك الشوط الثاني بتاع المدربين، لا هي في التغييرات الكاتشنه بين المدربين، لكن اللي في الملعب هو اللعيبه. عايز استعرض مع حضرتك الجدول الدوري حتى الان، هيجيبوه لنا على الشاشه يمنا. اعتقد يا كابتن ان في متغيرات هتحصل اكيد، متغيرات يعني في المركز الاول ومنطقه المربع الذهبي، وبعد كده في المنتصف، وبعد كده على صراع الهبوط معانا مودرن فيوتشر 9 نقاط. المصري بسم الله ما شاء الله مع كابتن علي ماهر عامل اداء مميز جدا 9 نقاط. الزمالك 8 نقاط. زد 7. بيراميدز 3 في حاله الفوز، بكره يبقى 10، يبقى متفوق هو المركز الاول. سموحه 7. الاهلي 6. بلديه المحله 5. الاتحاد السكندري 5. حتى المركز التاسع يا كابتن. سيراميكا كليوباترا 4، انبي 4، طلائع الجيش 4، الاسماعيلي 3، الداخليه 3، الجونه 2، المقاولة العرب نقطه، فاركو نقطه، البنك الاهلي مفيش. عندك الاسماعيلي على سبيل المثال لو كسب يبقى 6، يبقى كام؟ 6 هيخش في الاربعه اللي فوق بالظبط. فاركو لو 4 هيخش بعد ال10. المقاولة العرب نفس القصه، المقاولين 4. ادي ماتشين انا بقول لك يعني ربنا يكون في عون المدربين. واحد عايز، واحد هيهرب، واحد لا. واحد هيطلع فوق الرابع، واحد لا. فدي حلاوتها. لكن بقول لحضرتك ده هيتغير، وخاصه لما الفرق الافريقيه بتكمل الماتشات بتاعتها في الدوري المصري. مش هتقدر تحكم دلوقتي خالص، لا خالص يعني. لكن بص، هي في الاخر زمالك اهلي، اهلي زمالك في الاخر. خش بقى عندك المصري ما شاء الله السنه دي. طب نرجع تاني لو للجدول، لو للجدول تاني
فضل يا كابتن. هيخش مودرن المصري بيراميدز. الزمالك اعلى عن نفسه وبدري برضه هو تواجده كل ده. وبعد كده هيجي بقى اللي متماسك اللي سموحة عنده. رغم الهزيمه النهارده برضه عنده 7 نقاط ده برضه من البدايات الكويسه. الماتش يعني النهارده هيأثر عليهم كام؟ بلديه المحله الخامس، حتى اسكندريه الخامس، الاثنين زي بعض يعني. الاهلي لما يكمل بقى خلاص الاتحاد يعني انت عنده لعب 4 ماتشات عنده 5 بونت. النسبة قليلة يعني، فائت 7 بونت دي بالنسبة للاتحاد أو الفرقة اللي هي الكبيرة تبقى صعبة شوية، لكن بيخش في إنه عايز يبقى في المنطقة دي. لكن الأربعة اللي قدام أو الخمسة اللي قدام أنا أقول لك زمالك، أهلي، بيراميدز، مصري، مودرن، ممكن بقى يخش حاجات ناس تانية كتير. سريعا يا كابتن عشان خلاص وقتنا خلاص قرب خلاص، أهم الظواهر اللي شفتها حتى الآن. الظواهر؟ شوف أقول لك في حكام جديدة ممتازة، فلازم تاخد فرصة أكتر من كده. ده بالنسبة للحكام. في السنة دي بقدر الإمكان. تكلمت على أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مثلاً، وعلى مجدي عبد العاطي. ومجدي. من أبرز الاثنين الموجودين. اللي زي ما تحدو أحمد سامي ممكن يمشي الله أعلم، بس يعني دي هتبقى مفاجأة. الاعتراضات قلت كثير جداً لغاية دلوقتي. نتيجة العقوبات الصارمة اللي بتبقى على الكل. زمالك، أهلي، إسماعيلي، أي حاجة. فاللعيبه ابتدت تخاف. طب سريعا المقاولون عرب وزد مين يكسب؟ توقع تعادل. الاسماعيلي وفاركو؟ اسماعيلي. مودرن فيوتشر وبيراميدز؟ الله اعلم. الله اعلم. كابتن صلاح شرفتني ووفرتني. ربنا يخليك يا كابتن حمد. وبارك لك مجلس جديد منتخب لنادي الزمالك الكبير والعريق والعظيم. طبعا. ان شاء الله الامور تمشي على خير ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. شرفتني ووفرتني. شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين بكده يكون وصلنا لختام حلقة اليوم من الرومنتادا. بكرة ميدو معاكم في الرومنتادا. في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.